مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في حلقة نهاية الأسبوع من المحترف. النهاردة إن شاء الله بإذن الله كالعادة يوم الخميس عندنا ملفات كثيرة جدا جدا هنتكلم مع حضراتكم فيها. خلاص الدوريات الأوروبية خلاص على الجولات الأخيرة قبل انطلاق المونديال. كل العالم بيتحدث عن كأس العالم 2022 في قطر، استعدادات الفرق المشاركة، كمان على مستوى الاختيارات، على مستوى الناس مستنية بشكل كبير جدا جدا كأس العالم، لأنه كأس عالم مختلف. مختلف من جميع الجهات، على مستوى الفني، على مستوى اختيارات النجوم، على مستوى غياب بعض النجوم الكبار اللي كان الناس بتنتظر تشوفهم في كأس العالم. النهارده إن شاء الله في حلقتنا النهارده في المحترف هتكلم مع حضراتكم عن كأس العالم 2022. وهيكون ضيفنا إن شاء الله النقد الرياضي المتميز أحمد مجدي عشان نشوف مع حضراتكم المجموعات، نشوف الفرق، نشوف الكواليس، نشوف النجوم، وكمان نشوف كمان يعني إن شاء الله في نهاية حلقتنا كمان هنتابع بعض الدوريات الأوروبية زي الدوري الأسباني اللي لم ينتهي أو هينتهي إن شاء الله لسه خلال الأيام القادمة. إن شاء الله تكون حلقة مميزة تنال إعجاب حضراتكم. كأس العالم، لما بجيت سيرة كأس العالم الحقيقة أنا على المستوى الشخصي أكيد كواحد مثلت بلدي في هذا الحفل الرائع كأس العالم 90 بترجع للذاكرة وبيكون في ذكريات جميلة جدا جدا جدا. والواحد بيشوف دلوقتي بعد مرور 32 سنة قد ايه الكرة اتغيرت. يعني لما برجع بالذاكرة كده لكأس العالم 90، ويمكن كان ليا الشرف زي ما بقول لحضراتكم نكون واحد من كتيبة منتخب مصر اللي مثلت مصر في ايطاليا 90، نوع من الفخر ونوع من الاعتزاز ونوع كمان من الحزن بشكل كبير. ليه الحزن بشكل كبير؟ لان يعني على مدار السنين دي كلها مصر لم تتأهل لكأس العالم غير 3 مرات، منهم سنة 34 يمكن مش محسوبة، ويمكن نسخة كمان كأس العالم 2018 نسخة يعني خارج الحسابات بشكل أو بآخر لأن النتائج كانت مخيبة للأمال. لكن الواحد بيشوف قد إيه الكرة أو كرة القدم في العالم اتغيرت بشكل كبير جدا جدا، على المستوى الفني، على المستوى الاستثماري، على مستوى اللاعبين، على مستوى التكتيك، على كل المستويات. بنتكلم على تغيير كبير جدا جدا في عالم كرة القدم مقارنة أكيد بكأس العالم 90. الحقيقة دايما هنا في المحترف بنحاول نوصل الصورة بشكل أو بآخر، بنوصل للناس إزاي بتشتغل برة بشكل علمي بشكل احترافي، وكمان بنحاول بقدر الإمكان الناس اللي بتتفرج أو بتسمع أن احنا نستفيد بدوت عشان نتقدم شوية لمنتخب مصر. منتخب مصر اسم كبير جدا جدا، ومن الطبيعي من الطبيعي أن يكون متواجد كل 4 سنين في كأس العالم. من خلال كأس العالم دوت بقول لحضراتكم تغيرات كثيرة جدا في كرة القدم. ولو اتكلمنا عن شكل اختيارات اللاعبين على سبيل المثال، يمكن أنا أتذكر كان عمري تقريبا 20 سنة، ويمكن كنت أصغر لاعب في منتخب مصر ومن أصغر اللاعبين تقريبا في كأس العالم كلها. الموضوع تغير تماما، تغير تماما، ودي الثقافة اللي كنا بنتكلم عليها هنا في المحترف، ان احنا لازم نتعامل مع مش هقول الولاد، نتعامل مع اللعيبه اللي عندها 16 و17 و18 سنه انهم لعيبه قادرين بشكل او باخر. طبعا تاهيل لازم يكون على اعلى مستوى، اذا كان تاهيل نفسي او بدني او فني، لكن الولاد دول لازم ياخدوا فرصه. ومن خلال حلقتنا كمان النهارده هتكلم مع حضراتكم في المصنع اللي بيعمل اللعيبه ديت، الناس ازاي بتشتغل بشكل كبير. عندنا لقاء مع احد المتخصصين وكان مدرب في فريق برشلونه، درب جافي ودرب فاتي على مستوى برشلونه، هنعرف من خلاله ازاي الناس دي بتشتغل. وانا بقول الكلام ده عشان نبدا احنا كمان نشتغل. دلوقتي عندنا منتخب الناشئين، يمكن اول مباراه امام المنتخب الليبي في التصفيات المؤهله للتصفيات المؤهله لكاس العالم، يمكن اتهزم 2-1، لكن ان شاء الله عندنا مباراه باذن الله امام بكره ان شاء الله امام تونس والجزائر. فعايز اقول لحضراتكم ان الاعمار السنيه وثقافه اللعيب عندنا هنا في مصر، ثقافه المدرب وثقافه الناس والسوشيال ميديا، لسه بيتكلموا على الولد اللي هو مواليد 2004 و2003 و2005. يا جماعه ده لسه ناشئ، يا جماعه ما تزقوش الناشئ دوت وتحطوه في النار،
يا جماعه الولد لسه صغير لحسن يتحرق، كل دوت كلام يعني بعيد تماما عن الاحترافيه وبعيد تماما عن عالم كره القدم اللي احنا بنعيشه دلوقتي. للاسف احنا لسه في حته تانية خالص في هذه الجزئيه، في اجزاء كتيره جدا جدا وملفات كتيره جدا، لكن انا بهتم بالنقطه دي بالذات علشان اقول لحضراتكم ان عدد كبير جدا من اللاعبين الصغيرين متواجدين في كاس العالم 2022. هتقول لي لعيبه، يعني لعيبه على مستوى ايه؟ يعني لعيبه صغيره بيلعبوا في منتخبات ايه؟ يعني هقول لك في اعظم منتخبات على مستوى العالم، بتتكلم على منتخب المانيا، بتتكلم على منتخب اسبانيا، بتتكلم على منتخب انجلترا، بتتكلم على منتخبات كثيره جدا 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 قدام حضراتكم، ومحدش يستغرب لان انا بتكلم بواقع حقيقي. احنا لسه بعيد تماما عن ثقافة ان احنا الولاد الصغيرين لسه بنقول عليهم ولاد. عندك يوسف موكوكو ده لعيب عنده 17 سنة بيلعب في بروسيا دورتموند، ولاعب لعب 5 مباريات بس على المستوى الدولي مع فريق الشباب. يعني محدش مدير فني كده يجي يقول لي اصل لا اصل البطولة كبيرة، ده كاس عالم، ده لازم يكون على الاقل لعب 30 40 ماتش دولي مع الفريق الاول او مع المنتخب الاول. الكلام ده ثقافة المدربين مختلفة شوية، يعني ده ثقافة المدربين مختلفة شوية. هقول لحضراتكم الأسماء وهرجع لي خاصة المنتخب الألماني. بلينجهام 18 سنة منتخب إنجلترا بيلعب في بروسيا دورتموند، جيان 19 سنة منتخب غانا بيلعب في روما، فلوريس 18 سنة منتخب المكسيكي بيلعب في الأرسنال، جافي 17 سنة بيلعب في أسبانيا مع فريق برشلونة، يونس موسى 19 سنة ده مع منتخب امريكا وبيلعب في نادي فالنسيا، جمال موسيالا اللاعب العملاق هتشوفه موهبه كبيره جدا في كاس العالم، موسيالا 19 سنه بيلعب في بايرن ميونخ ومنتخب المانيا، وبدري 19 سنه اكيد مع المنتخب الاسباني برشلونه، بيبي ده 19 سنه مع منتخب الامريكي وبيلعب في اوكسبورغ، وروميرو روميرو كمان 17 سنه على مستوى منتخب بحجم المنتخب الارجنتيني. الاسماء اللي بقولها لحضراتكم ديت المدربين بتوعنا ما يتخضوش لما يلاقي ولد عنده 17 سنه بيلعب مع المنتخب الارجنتيني في كاس العالم، ما يتخضوش لما يلاقي ولد اسمه جافي، القيمه التسويقيه لجافي 17 سنه 90 مليون يورو، بدري 100 مليون يورو 18 سنه او 17 سنه. اللي عايز اقوله لحضراتكم ان كره القدم فيها متغيرات كثيره جدا، لو احنا ما لحقناش ان احنا نعمل كوب، يعني احنا لازم نتجاوب سريعا جدا مع هذه المتغيرات. ما يجيش دلوقتي مدير فني او لعيب او خلينا نقول مدرب في احد الانديه يقول لك اصل الولد عنده 17 سنه مش عايز ادخله الفريق الاول، لا الدنيا صعبه عليه، او يجي اختيارات منتخب مصر ويبقى بنتجاهل تماما المنتخبات اللي تحت، يقول لك اصله ما عندوش ماتشات دوليه، اصل ما لعبش ماتشات دوليه كتير. يا راجل ده يعني المنتخب الالماني اختار لعيب اسمه يوسف عنده 17 او 18 سنه ما لعبش ولا ماتش دولي على مستوى الفريق الاول، تخيل ما لعبش ولا مباراه دوليه مع المنتخب الالماني، وتم اختياره في منتخب المانيا في القائمه النهائيه لكاس العالم 2022. مش عايز اطول على حضراتكم لكن دي نقطه مهمه جدا، ودايما هنا في المحترف بنحاول نوصل ازاي الناس بره يا جماعه بتشتغل، اشتغلوا بالمنهج ده خلاص. تجربه اللعيبه، اصل اللعيبه الصغيره والناشئين والكلام ده خلاص انتهى، انت لازم المصنع يشتغل من تحت. ودايما بقول عشان نبني فريق قوي، عشان نبني منتخب قوي، لازم عندك حاجتين تشتغل عليهم. على مستوى الانديه لازم تشتغل من تحت، المصنع اللي تحت شغال ازاي، هو ده اللي بيطلع لك، هو ده اللي بيجيب لك، غير طبعا الصفقات على مستوى الفريق الاول، لكن الاهتمام بالقاعده ده مهم جدا. شفنا ده على مستوى المانيا، شفنا ده على مستوى اسبانيا، في سنوات طويله جدا كان المنتخب الاسباني حتى ما بيروحش يلعب في امم اوروبا، ما بياخدش كاس عالم، لكن في خطه اتعملت وصل، خد طبعا النهائي الاوروبي او نهائي امم اوروبا وخد كاس العالم. المنتخب الالماني كذلك، ومنتخبات كثيره حتى على المستوى العربي. عشان اقول لك اه كابتن هاني انت بتتكلم على الارجنتين والمانيا واسبانيا، لا يا عم خلينا في اللي حوالينا. طب حتى اللي حوالينا المنتخب المغربي كمان عنده لاعب صغير عنده 18 سنه في القائمه النهائيه للمنتخب المغربي. فطول ما احنا لسه بنبص تحت رجلينا، طول ما احنا بندور في دايره مغلقه ومفيش تطور ومفيش حد بيسعى انه يطور المنظومه الرياضيه في مصر
وخاصة منظومة كرة القدم، هنبقى زي ما احنا للأسف، هنبقى زي ما احنا على مستوى المنتخبات شغل مختلف، على مستوى الأندية شغل مختلف. فيعني أنا بقول دوت آملا بمعنى أصح إن احنا ننقل صورة للمسؤولين في الكرة على كرة القدم في مصر، إن احنا نشتغل ونتعب ونجهز ونشتغل علمي شوية، علشان ما ينفعش يا جماعة يكون منتخب السنغال بيلعب في كأس العالم واحنا لا. هقول لك يستحق، يستحق. منتخب السنغال المنتخب كامل، القائمة كاملة من اللاعبين المحترفين، القائمة كاملة من اللاعبين المحترفين. احنا امتى مصر توصل ان يكون عندها في بطولة افريقيا ونوصل كاس عالم عندنا 24 لعيب محترف؟ قائمة منتخب مصر عندها كل القائمة لعيبة محترفة، اللعيبة المحترفة مع احترامي اكيد للاعبين الموجودين في الدوري المصري كلهم نجوم كبار، لكن انا بتكلم على شكل منتخب مصر. امتى نوصل للنقطة ديت؟ اتمنى ان شاء الله ان الناس تسمع، واتمنى ان الناس تشتغل فيها بشكل احترافي. النهاردة حلقتنا زي ما بقول لحضراتكم حلقة يعني عندنا شغل كتير جدا وكلام كتير جدا، وكان بيسعدنا طبعا احمد مجدي كمان، انا ببقى سعيد بهو موجود معانا النهاردة على مستوى التحليل الكرة العالمية بشكل كبير جدا. لكن خلينا نتكلم كمان على يمكن عندنا بعض الاخبار السريعة، يمكن قبل ما نخش ونشوف الصحافة قالت ايه. عندنا من الاخبار السريعة عندنا طبعا باريس سان جيرمان بيراقب كانتي. طبعا باريس سان جيرمان بيسعى للتعاقد بشكل كبير في الفترة اللي جاية مع كانتي. يمكن صحيفة بيلد الألمانية بتقول ان إدارة بي اس جي يمكن ما فقدتش الأمل في ضم اللاعب طبعا الفرنسي كانتي نجم وسط ملعب تشيلسي، وأشارت ان يعني الإدارة الباريسية بمعنى أصح لم تتواصل لغاية دلوقتي مع لاعب لاتفاق لتجديد التعاقد. حضراتكم عارفين ان كانتي كمان بقاله 7 سنين في تشيلسي، 7 سنين بيأدي بشكل اكتر من رائع، لكن على مستوى يعني انتقاله او تجديد عقده ما جددش عقده. النادي باريس سان جيرمان بيسعى لطبعا ان هو بيخش في طبعا عملية شرائية يمكن تتم في خلال الميركاتو الصيفي او نهاية الموسم الجاي. صحيفة بيلد الألمانية كمان قالت ان زي ما بقول لحضراتكم ان إدارة باريس سان جيرمان ما فقدتش الأمل، هم كانوا طلبوا كانتي في فترات سابقة لكن يمكن تأجلت الصفقة شوية، لكن دلوقتي مع عدم تجديد كانتي مع تشيلسي خلاص الإدارة الباريسية بتسعى جاهدة للحصول على طبعا مجهود لاعب مميز جدا في وسط الملعب، هو اللاعب الفرنسي كانتي لاعب تشيلسي. طبعا 31 سنة يعني عقده بينتهي مع طبعا مع البلوز بنهاية الموسم دوت، وبيحق لي يعني من حقه انه يوقع لأي نادي خلال حتى فترة يناير اللي جاية. التقرير كمان قالت ان المؤشرات ما يعني مش ماشية بشكل كويس في تجديد التعاقد مع هذا النجم الكبير كانتي اللي هيكون متواجد طبعا في المنتخب الفرنسي في كأس العالم. الصحيفة كمان او التقرير في نهايته قال ان إدارة باريس سان جيرمان كمان بتترقب النجوم اللي هتنتهي عقودهم مجانا خلال الفترة اللي جاية، وده اللي بينطبق بشكل مباشر على كانتي اللي زي ما قلت لحضراتكم 30 يونيو القادم هيكون ينتهي عقده مع تشيلسي. خبر تاني من خلال المحترف، وكنا تابعنا مع حضراتكم يمكن الاثنين اللي فات اعتزال بيكيه، وكان في اسئله كثيره جدا هو بيكيه اعتزل ليه التوقيت ده بالذات. يمكن كشف نفسه بيكيه، كشف طبعا عن سبب اعلان اعتزاله بصوره مفاجاه خلال طبعا شهر نوفمبر، وكان الراجل بيتكلم ان هو خلال الفتره اللي فاتت كان عنده نوع من الصبر، وهو كان عايز بشكل او باخر يشارك في المباريات. بيكيه قال من خلال بعض التصريحات اللي نقلتها صحيفة سبورت الأسبانية إن هناك عديد من الأسباب، يعني الناس في بعض الناس تعرفها، وإنه في بداية الموسم عقد جلسة مع المدير الفني تشافي، طبعا المدير الفني لبرشلونة، وتشافي أخبره إنه هيكون من الصعب إنه يلعب أساسي في الفريق. بيكيه قال كمان ساعتها المشاعر ما كانتش في أفضل شكل، ويعني لقيت الأمور هتبقى صعبة، وإن اختار فترة التوقف الدولي لإعلان الاعتزال. لكن وهو
في السكه كده، كان في بعض الاصابات ظهرت في برشلونه وبدا يشارك بشكل مستمر، وهو في جميع الاحوال هو قرر انه يرحل في هذه الفتره زي ما حضراتكم عارفين، واتفق مع الاداره او مع تشافي لما خلاص تشافي قال له انت بره حساباتي، وممكن جدا تكون بتشارك كلاعب يعني على فترات صغيره من المباراه. وبيكي اعلن اعتزاله مع طبعا اخر مباراه لبرشلونه في الجوله اللي فاتت. بيكي كمان قال ما بقتش اشعر ان في يعني خلاص المكان بقى بالنسبه لي صعب جدا، وبعض الناس بتتكلم رغم الانتقادات في الفتره اللي فاتت، لكن يعني انا دايما هكون تحت امر برشلونه، وانا الناس اللي بتقول ده وداع هو وداع مؤقت، ولكن ساتواجد الفتره اللي جايه في طبعا برشلونه بشكل او باخر. وفي تقارير كثيره جدا الحقيقه الفتره اللي فاتت بتقول ان بيكيه يعني سيعمل خلال الفتره اللي جايه ان يكون في المستقبل القريب رئيس لنادي برشلونه. كمان علق بيكيه على الوداع على المباراه النهائيه وقال كان شيء مذهل، كان شيء رائع بالنسبه لي، وادركت مدى تقدير الجماهير ليا، لكن ليس وداعا لان انا مرتبط بالنادي الكتالوني، وزي ما بقول لحضراتكم هو عنده بلاننج انه في المستقبل القريب او البعيد هيكون رئيس لنادي برشلونه. طيب عايز اقول لحضراتكم كمان على المعلومه اللي قلتها وهاكد تاني، ان هانز فيليك المدير الفني لمنتخب المانيا في مؤتمر صحفي يعني ظهر النهارده الخميس، واعلن القائمه النهائيه قائمه طبعا المنتخب الالماني في كاس العالم 2022. هانز فيليك اختار 26 لاعب في القائمة النهائية، ما كانش بينهم ماركو رويس طبعا لاعب دورتموند وهوملز الاثنين طبعا لاعبي بروسيا دورتموند، وكان في مفاجأة للجميع، يعني الجميع طبعا كمان كان على مستوى الاستدعاءات اللعيبة ماريو جوتسا كان مفاجأة كبيرة جدا في ضمه للقائمة المنتخب الألماني، ما ظهرش مع منتخب ألمانيا من 2017، يعني حوالي بتتكلم في 5 سنين ماركو جوتسا كان بعيد عن المنتخب الألماني. لكن طبعا المدير الفني قال إن ماريو سعيد بتواجده معانا بشكل كبير جدا، وكلنا نعلم مدى الجودة المبهرة التي يتمتع بها ماريو جوتسا، وهو حاليا في حالة ممتازة وبإمكانه اللعب لمدة 90 دقيقة 3 مرات أسبوعيا، وهذا ما رأيناه في المباريات الأخيرة. فهقف عند النقطة دي سريعا، لأن تقييم الناس غير تقييم المدير الفني، يعني دايما في اختيارات المنتخب بيكون عندنا أزمات كثيرة جدا جدا، لكن هانز فيليك قال نقطة مهمة جدا، بيقول لك أنا اختياراتي لها معايير محددة. إيه المعايير المحددة؟ الراجل رايح يلعب كأس عالم، كل 3 أيام عنده مباراة، ومباراة قوية جدا جدا، هو شاف بالرغم ان جوتسا بعيد عن منتخب المانيا بقاله 5 سنين، تخيل انت لعيب في مصر هنا ما انضمش لمنتخب مصر 5 سنين، وجه مدير فني قال لك انا هجيب اللعيب ده علشان ايه؟ علشان البطوله اللي انا رايحها بتستدعي عندي ولد او عندي لاعب يتميز بانه ممكن يلعب 90 دقيقه بشكل رائع في 3 ايام، خلال 3 ايام كل 3 ايام يلعب 90 دقيقه بشكل كبير جدا. فمعايير هنا مختلفه، معايير الاختيار مختلفة بالنسبة للسوشيال ميديا والجماهير عن المدير الفني، وهانز فيليك بيطبق ده من خلال ماركو جوتسا. كمان بسؤاله عن استدعائه زي ما قلت لحضراتكم ليوسف موكوكو، ده اللعيب صاحب ال 17 سنة، قال انه بيتطور بشكل جيد جدا وانه بيتمتع بالسرعة والحيوية فضلا عن قدرته على الحسم امام المرأة. دي كمان معايير، يعني دي كمان معايير، يعني المدير الفني لما يختار ولد عنده 17 سنة ما لعبش ولا مباراة دولية على مستوى الفريق الأول لمنتخب ألمانيا، وكل خبراته لو قلنا خبراته الدولية 5 ماتشات مع منتخب الشباب، لما يجيبوا كأس العالم يقول لك بيسألوه أنت جبته إزاي؟ جبته ليه؟ قال لك لا ده لعيب من خلال رؤيتنا عنده طاقة، عنده حيوية، لعيب مميز جدا من النواحي الفنية، وكمان عنده الحسم أمام المرمى، يعني بيخلص بمعنى أصح. فدي كمان معايير لمنتخب ألمانيا في اختيارات اللاعبين. تطرق كمان الحديث عن غياب ماركو رويس وهوملز طبعا لعيبة بروسيا دورتموند. طبعا هانز فيليك قال ان ماركو حاول جاهدا، طبعا ماركو رويس حاول اللحاق بقطار المونديال، لكن الإصابة ستتطلب منه وقتا للتعافي،
منها، ومن المؤلم افتقاد لاعب بمثل هذه الجودة. كمان قال ان هاملز يعني قائد كبير جدا، شاهدنا الكثير من المباريات ورأناه في حالة ممتازة مع دورتموند، لكننا اتخذنا قرار بالتعويل. خلي بالكم، قررنا اتخاذ قرار بالتعويل على الشباب في هذه المرحلة. تتكلم على كاس عالم، تتكلم على منتخب ألمانيا، لما لعيب كبير زي هاملز، لعيب خبرات كبيرة جدا، مدير فني يطلع يقول لك لعيب كويس وهايل ومنتابعه وكل حاجة، لكن معلش دلوقتي الفترة بتاعت الولاد الصغيرين. تخيل هذه الثقافة، وتخيل هذا التخطيط الجيد على مستوى المنتخب الألماني وكثير من المنتخبات. طيب، جوردي ألبا بيفاجئ إدارة برشلونة. يمكن صحفي في أسبانيا طلع تقرير بيقول آخر تطورات مستقبل جوردي ألبا الظهير الأيسر لبرشلونة الذي أثير حوله العديد من الشائعات في الأسابيع الأخيرة، نظرا لتحوله من لاعب أساسي لورقة بديلة. قالت صحيفة سبورت الأسبانية كمان يعني بما أخبرناكم الأسبوع الماضي لا نستبعد رحيل جيرارد بيكي، وحدث ذلك في النهاية. لدينا حالة أخرى مماثلة وهي جوردي ألبا. أضافت الصحيفة أن يعني ألبا وموقفه الصعب بتقديم أداء يعني عالي جدا في الفترة اللي فاتت ومعايير بدنية كبيرة جدا هي كانت ليه الأفضل في آخر 5 سنوات، جوردي ألبا خلال المباراتين اللي فاتوا عمل مباريات رائعة على مستوى الفني على المستوى البدني. صحيفة سبورت قالت مش سهل جدا إنهاء العلاقة ما بين ألبا وبرشلونة. العلاقة مش جيدة ما بينه وما بين مجلس الإدارة، لكن نية ألبا هو البقاء في برشلونة. كمان الصحيفة أوضحت إن الأمر سيعتمد على النادي هيقرر في الشتاء اللي جاي أو في الصيف اللي جاي رحيل أو بقاء ألبا مع النادي الكتالوني. وفي النهاية بيقول الموقف مختلف شوية عن بيكي. يمكن نفس الصحيفة قالت إن بيكي خارج برشلونة خلال الفترة اللي جاية وده اللي حصل، ولكن على مستوى جوردي ألبا، لكن بيقول إن هو نيته البقاء في برشلونة وده هو اللي عايزه، لكن يتوقف الأمر على برشلونة وإدارة الكتالوني. النهاردة إن شاء الله زي ما بقول لحضراتكم عندنا أخبار سريعة جدا جدا، لكن كمان عايزين نشوف مع حضراتكم الصحف العالمية قالت إيه في المحترف، لأن زي ما بقول لك خلاص بدأت عجلة المونديال تدور، كل الناس بتتكلم عن الكأس العالم، وطبعا الصحف العالمية كمان يعني كلها تركيز على كأس العالم، بالرغم إن في بعض صحف خاصة الصحف الإنجليزية اتكلمت على ليلة حزينة بالنسبة للعاصمة لندن، بالنسبة للأرسنال وتشيلسي اللي كمان خرجوا من كأس رابطة الاتحاد الإنجليزي. كمان هنتكلم عن هذه المباريات، لكن خلينا الأول نروح نشوف الصحف العالمية قالت إيه في المحترف. نبدأ جولتنا في أخبار الكرة العالمية، أهم العناوين والصحف والمواقع الرياضية العالمية اللي قالت، ونشوف هنبدأ مع لاكازيتا دي السبورت الإيطالية. لاكازيتا السبورت الإيطالية ركزت على فوز الإنتر على بولونيا 6-1، واهتمت كمان بسوق الانتقالات الميلان، وكتبت الميلان يتخبط في سوق الانتقالات. اهتمت كمان بابتعاد نابولي بصدارة الدوري الإيطالي، وكتبت لم أرى مثل نابولي طبعا بيأدي بشكل أكتر من رائع على مستوى طبعا السيريا الإيطالية. على مستوى فرنسا، جريدة ليكيب الفرنسية ركزت على قائمة المنتخب الفرنسي المشاركة بكأس العالم، وكتبت العودة إلى البرغاتية. ده طبعا لفظ كده صعب جدا، لكن الجملة ديت اللي هي تحقيق النتائج بيجي من التجربة وفرض الأمر الواقع، لأن كمان على مستوى التحدي الكبير اللي بيخش بيه المنتخب الفرنسي إلى كأس العالم 2022 كحامل اللقب، في انتقادات كثيرة جدا على ديشامب المدير الفني، ولكن هو بيختار قائمة وبيتحدى بيها الجميع. سريعا نروح لأسبانيا، صحيفة آس الأسبانية ركزت على لقاء ريال مدريد وقادش في الدوري الأسباني، وكتبت أنشيلوتي ضد كأس العالم. اهتمت الصحيفة كمان بهزيمة أتلتيكو مدريد أمام ريال مايوركا، وكتبت أتلتيكو مدريد يلمس القاع. الصحيفة كمان تحدثت عن رغبة جيرارد بيكي بترأس نادي برشلونة في المستقبل.
لسه في اسبانيا، جريده سبورت الاسبانيه. سبورت الاسبانيه ركزت على فوز روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونه بجائزه الحذاء الذهبي، وكتبت ذهب برشلونه. اهتمت كمان بلقاء ريال مدريد وقادش، وكتبت بنزيما يغيب مره اخرى ولن يتواجد بمباراه قادش. لسه في اسبانيا مع جريده ماركا الاسبانيه، سلطت الضوء على تاني على ليفاندوفسكي وفوزه بجائزه الحذاء الذهبي كافضل هداف في اوروبا عن الموسم الماضي. وعن لقاء ريال مدريد وقادش كتبت ريال مدريد لا يرغب في الابتعاد عن برشلونه. دي كانت صحافة العالم والمواقع العالمية اتكلمت ازاي عن كاس العالم وعن الدوريات الأوروبية. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نستقبل نجمنا وضيفنا النهاردة الناقد الرياضي ومحلل الكرة العالمية أحمد مجدي. أهلا بحضراتكم مرة تانية، خلينا نرحب بضيفنا النهاردة. ضيفنا دايما متميز ودايما بقولها أنه من أفضل محللي الكرة العالمية الموجودين على الساحة، بيشرفنا ودايما في النادي الأهلي وشاشة قناة النادي الأهلي بتنور، بكون سعيد بتواجده معايا الناقد الرياضي أحمد مجدي. ابو حميد مساء الفل عليك. منور يا كابتن، ومع بدايات كاس العالم أيوة. لازم نقول ان الكابتن هاني رمزي واحد من الاسماء اللي شرفت مصر في المونديال، وهو حضرتك الاكثر تمثيلا لمنتخب مصر في كاس العالم من حيث عدد الدقائق على الاطلاق بواقع الحصيله الكامله 270 دقيقه في بطوله التسعين. والله بص يا احمد، هو حاجه تفرحني وحاجه تزعلني في نفس الوقت، لما يكون يعني بلد بحجم مصر ويمكن الاسماء قليله جدا، والارقام اللي بيقولها احمد ان يكون ده ريكورد، ان في لعيب لعب ال 270 او ال 360 ايا كان او ثلاث ماتشات في كاس العالم، اعتقد ده شيء يزعل. وهناقشه مع احمد، لان زي ما قلت لحضراتكم كاس العالم بشكل او باخر، واحمد لسه بيتكلم معايا، هو بيفضحنا شويه، بيفضح المنظومه شويه، منظومه الكره في مصر. وزي ما قلت لحضراتكم من خلال الـ يعني المقدمه في المحترف، ان عندنا ديفوهات كتيره جدا على مستوى الثقافه، على مستوى تاهيل المدربين، على مستوى تاهيل اللعيبه الصغيره، على مستويات كتيره جدا. وبنيجي دايما بنقول يا رب بس نوصل كاس العالم. عندنا حديث مطول عن الجزئيه ديت، وعندنا كمان حديث مطول عن كاس العالم 2022. لكن تفتكروا مع حضراتكم، يمكن كنا بنتكلم عن اللعيبه المصريه، يمكن اللعيبه المصريه ذو الجنسيه المزدوجه. تيبو غبريال انضم لمنتخب الناشئين تاع 2006، وده شيء جيد جدا، يعني بدات الناس تتحرك ونشوف مواهب كثيره جدا. وارجو ان شاء الله باذن الله المنتخب يعني يتاهل. لكن خلينا نتكلم علميا، لا قدر الله لو هذا المنتخب ما تأهلش، ما تضربش كرسي في كلوب وكل الناس دي تمشي. نقوا اللعيبه الموهوبه منهم، واللعيبه دي تتصعد للمنتخب الشباب، ومنهم يتصعد للمنتخب الاولمبي، والعجله تدور. لكن مش كل منتخب ما يتأهلش لكاس العالم يا عم امشي، الجهاز الفني كله يمشي واللعيبه كلها تمشي وجيل كامل بينتهي. العملية بتبقى صعبة جدا جدا جدا. العملية مش كده، العملية انت بتحضر المنتخبات ديت مش عشان تاخد بيها بطولة افريقيا او تروح كاس العالم للناشئين او للشباب، انت بتحضر ده عشان يبقى عندك منتخب اول قوي. ودي المعادلة الصعبة اللي احنا لغاية دلوقتي مش قادرين نحققها هنا في مصر، انك عندك منتخبات كل همها انها توصل بطولة افريقيا، تاخد كاس افريقيا، نوصل كاس عالم، تمام، طلع منها 2-3 الحمد لله. لو ما عملوش كده كل الناس دي بتمشي. اظن لازم دلوقتي، ويعني باللي احنا بنشوفه والاسماء اللي بنشوفها واعمار السنيه اللي بنشوفها في كاس العالم، في لعيبه عندها 16 و17 سنه بيلعبوا في كاس عالم على مستوى المانيا، على مستوى اسبانيا، على مستوى امريكا، المكسيك، منتخبات كثيره جدا، يبقى لازم احنا بقى نحس على نفسنا شويه. خلينا من خلال المحترف نشوف كمان تقرير عن لاعب مصري بيلعب في المانيا، مزدوج الجنسيه بيلعب في المانيا، نشوفه مع حضراتكم ونرجع مع نجمنا احمد مجدي.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه احمد. قبل ما نخش في كاس العالم والمجموعات وعايز اناقشك خمس ست دقائق في اللي كنت بتكلم عليه، الموضوع انك ازاي تشتغل بشكل مميز عشان تبني منتخب قوي، وان احنا العمليه بتبقى بالنسبه لنا مكشوفه جدا لما بنشوف المنتخب الالماني بيختار لاعب عنده 17 سنه، لما بنشوف المنتخب الاسباني في ولد عنده لسه هيتم 17 سنه مع كاس العالم، الامور بتتصعب علينا احنا اللي بنحب الكوره ونفسنا نشوف بلدنا في احسن من كده بكتير. يعني طبعا زي ما حضرتك قلت، يعني مع توالي القوائم اصدار المنتخبات الكبيره القوائمها اللي داخله المونديال، الظواهر بدات تبقى اكثر وضوحا زي ما حضرتك بتقول كده بالظبط يا كابتن. يعني نموذج مثلا يوسف موكوكو، ده يوسف موكوكو شارك في الدوري الالماني مع دورتموند لاول مره بعمر 15 سنه، ويعني في اواخر ماشي في ال 16 وسجل، بقى هو اصغر لاعب يسجل في تاريخ البوندس ليجا. يوسف موكوكو دلوقتي بيدخل كاس العالم وهو عمره 17 وماشي في ال 18 وبقاله احترافيا سنتين ونص مع دورتموند، وده يعني رقم، يعني غير انه رقم مرعب في اوروبا، حتى اوروبا بيقولوا انه ده بادئ صغير جدا، بس مش ده اللي بقى، يعني مش ده اللي بقى الـ 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 يعني مش ده الاستثناء، دي القاعده. بيدري طلع في عمر مشابه، جافي طلع في عمر مشابه في منتخب اسبانيا، ودلوقتي الاثنين في 100% موجودين في المونديال. النقطه يا كابتن انه في عمليات حتى اشقائنا العرب في تونس وفي المغرب وفي الجزائر بداوا يلتفتوا ليها، بتخلي اللعيب المهيئ اولا اللي موجود في اوروبا ويقدر ان انت تبني عليه، زي النماذج اللي حضراتكم بتعرضوها هنا، وانا بحيي حضراتكم جدا على النماذج دي، وبسطت جدا بان في لاعب منهم انضم فعلا لمنتخب مصر، وان شاء الله في زياده. بس مثلا لما نشوف قائمه تونس قبل ما تعلن بشكل نهائي، كان قدامهم واحد زي كريم رقيق، عمر رقيق، حمزه رفيعه، اكتر من 20 اسم مهيئين في اوروبا طالعين من بره تونس، 20 اسم طالعين من بره تونس، والمدرب جلال القادري بيفاوض، يعني بيختار ما بينهم قاعده وعنده داتا بالظبط، اختار خمسه سته منهم فقط لا غير، والباقي كله من العناصر اللي هو بيعتمد عليها، اللي هي بالنسبه لنا احنا بنسميها عناصر الخبره. الاحتكاك ده مفيد للاعب، الاحتكاك ده مهم للاعب. احنا بنشوف مدارس زي ايطاليا مثلا يا كابتن، في لعيب زي جنونتو مثلا طالع دلوقتي من نجوم ايطاليا، هداف ايطاليا السنه اللي فاتت كلها، طالع بنفس الطريقه وجايبينه من الدوري السويسري على سبيل المثال. فهي دي النقط اللي بقول لحضرتك عليها يا كابتن، موكوكو وبيدري وجافي، كل دي نماذج لظاهره للاسف احنا في مصر، غير ان احنا مش ملتفتين ليها، فاحنا برضو يعني مغفل. انا عايز اسالك سؤال، تخيل احنا كده رايحين كاس العالم، تخيل احنا رايحين كاس العالم وجي المدير الفني للمنتخب اختار لعيب ما لعبش ولا مباراه دوليه مع المنتخب المصري وكل خبراته الاحترافيه سنتين وضمه في القائمه النهائيه، تخيل رد الفعل هيكون ايه؟ هو رد الفعل، يعني انا هقول لحضرتك على جزء، طبعا انا برضو بحيي حضرتك جدا في المقدمه، حضرتك اتكلمت عن نقطه الثقافه عند المدربين، نقطه ثقافه طبعاً. المدربين النقطه دي في منتهى الاهميه، لانه مثلا النهارده لاعب المنتخب البرازيلي الاسبق نيتو كان بيلوم تيتي ان هو استدعى مارتينيلي اللي هو متالق تالق رهيب في الدوري الانجليزي مع ارسنال، لان ما حدش عارفه في البرازيل، بيقول كده لان هو في البرازيل بيقولوا مين ده اصلا، يعني ما يعرفوش لان هو طلع بدري على ارسنال في الناشئين فما يعرفوهوش. فكل ده يعني بغض النظر عن ان الطرح دوت مش طرح عقلاني او مش طرح منطقي، بس هو كان بينادي باستدعاء مين؟ كان بينادي باستدعاء جابي جول اللي هو عنده 35 او 34 سنه ما اثبتش نجاح كبير في اوروبا. يعني هي دي الفكره، انه في ليفل ثقافه لازم يكون عند المدرب قبل ما وده مش قاصر على مصر بس، اللي في مصر ومحزن بعض الشيء ان احنا عندنا قاعده شعبيه كبيره بتمارس كره القدم في سن صغيره، النقطه دي مهمه جدا، احنا شعب كبير 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 اطيافا، يعني من حيث الاطياف شعب كبير، من ناحيه النسيج الاجتماعي كل الناس بتلعب كوره، يعني مش زي البرازيل مثلا الطبقه الارستقراطيه مش مهيئه قوي انها تلعب كوره، فتلاقي المواهب كلها احنا في البسطاء صح. احنا كل الناس بتلعب كوره في سن صغيره، حاليا كمان في اخر 10 سنين بقت الاكاديميات بتاعه الانديه الاوروبيه بتشوف مصر كبؤره مواهب، بالذات بعد صلاح، بالذات بعد النني، بالذات بعد النجوم الكبيره. فاحنا عندنا قاعده شعبيه ونسيج اجتماعي كبير مهيئ انه يلعب كوره، بس بنسال سؤالين، السؤال الاولاني الشاب اللي بيتم اختياره من بين القاعده الشعبيه دي ويروح يلعب في اكاديميات الفرق بيبقى لعب كام ساعه؟ كام ساعه عمل لاعب احترافي قبل ما يبقى عنده 18 و19 سنه، اللي هو دلوقتي بقى عمره متاخر للفريق الاول، يعني الناس اللي بيقول لك 19 سنه بيقول لك ده متاخر قوي انه يطلع فريق اول دلوقتي، ما بيبقاش خد ساعات لعب احترافيه. ظهير ايمن السيتي، ظهير ايسر السيتي او ايمن، لعيب اسمه ريكو لويس، جوارديولا بقاله سنه بيقول له انت معايا وفي قائمتي وفي كل حاجه بس انت مش هتنزل ولا دقيقه،
انت هتتمرن مع الفريق الاول فقط لا غير، هحتاجك في اوقات الفرقه تبقى كسبانه في 4-5 مهيئه لكده، هو مهيئه انه فريق لويس ده مثلا بيتدرب دلوقتي قدام منه مع كايل ووكر مع جواو كانسيلو الاثنين ايدولز بالنسبه له، بيشوفهم كل يوم في التمرين بيستدعي معاهم. هي دي النقطه، هي النقطه بتتكلم عليها كمان، محتاجه هو ده الفيجن. يعني دايما بنتكلم الناس دي بتبص لقدام، يعني هو جارديولا بيقول لك انا الولد ده مش هستفيد منه غير في مباراه، يعني مباراه سهله، لكن انا بحضره كمان سنتين ثلاثه بالظبط، فما اجيش بعد سنتين ثلاثه اقول لك. يعني جابي عامل كم مباراه دوليه لغايه دلوقتي؟ جافي السؤال معدي اكتر من 15 ماتش تقريبا، 15 وغير مع منتخب لا الاندر 21 ولا كده، لا ده العيال عنده خبره دوليه كبيره، معدي ال 50. فاحنا بندور ازاي ولد عنده 17 سنه 18 سنه يكون لاعب 50 مباراه دوليه، احنا ما عندناش الظهير الايسر اللي خده النهارده فليك في القايمه كوتشاب، ارميل كوتشاب ما عندوش ولا ماتش دولي ولا ماتش دولي والناس كلها، وعنده 20 سنه بس وزيح له من القايمه تماما، ما خدش جوسنس بتاع انتر ميلان 29 سنه وظهير ايسر منتخب المانيا الاول خلال اخر 3 4 سنين ما خدوش، خد كوتشاب ده مكانه لان ليه رصيد كبير بقى في منتخبات المانيا في الفئات السنيه الادنى. فكوتشاب ده الناس بيقولوا ده باك رايت ممتاز جدا وباك ليفت ممتاز جدا ويلعب، بس انه يستبعد له عنصر اساسي، طبعا دي كلها ريسكس حتى في اوروبا بيتعاملوا معاها انه برضه حاجات محل نقد او محل تقييم، بس الخطوات الجريئه دي بالذات في 2022 واضحه جدا. ما هو لازم انا يعني قبل ما نخش على ملف كاس العالم حتى على المستوى الشخصي، انا صادفت ده لما كنا بنشتغل مع اجيري واستدعينا محمد محمود واستدعينا طاهر ساعتها حمدي وطاهر الناس بتقول لك هم دول بيعملوا ايه، وكان ساعتها يعني مش بلد كمان صغيرين، لا يعني عشرينات 21 19 سنه 20 سنه. وبالتالي نقطه مهمه جدا ثقافه المدير الفني ورؤيه المدير الفني اللي بينعكس كتير جدا 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 على سلبيات كتير عندنا في الكوره. ومعلش برضو خلينا نحط كده تحت يعني تحت كلمه الطرح الاعلامي 300 خط طبعا، الطرح طبعا. الاعلامي اللي عايز يقولب معلش كل شيء في نقطه اللاعب الخبير اللاعب المدرب اللي لازم يكسب دلوقتي وما يمشيش غير لو هو كسبان حالا، مدرب المشروع، يعني عايزين نستبدل بالمصطلحات دي، ان في مدرب يعمل مشروع لسنوات طويله، ان في لاعب لازم ياخد الزمام المبادره من اللاعب اللي عنده 35 و36 و37 سنه، ان اللاعب الخبير ده مش دايما يكون مفيد في كل حاجه، موجود في التشكيله مهم، وجوده يعني مهم في كل حاجه، بس دايما خلاص الكره بقت صناعه بدنيه في المقام الاول دلوقتي، فاللاعب الناشئ ده عمله نادره، انت محتاج ان انت لو ما عندوش خبره ومش ناضج اسال نفسك هو ليه مش ناضج؟ لما انا مدرب ليه ده مش ناضج؟ الموهبه دي كلها انا ازاي مش عارف استغلها؟ انما تقعد تستنى منه انضبط التزم اعمل، لا دي مسؤوليه المدرب دلوقتي، هو دلوقتي في عيون كتيره قوي طلعته لك بسن 17 سنه يعني مثلا انا معلش النموذج اللي حضرتك طرحته بتاع منتخب الناشئين الحالي، انا تذكرت منتخب تحت 21 اللي هو كان من 97 ل 99 اعتقد، كان فيه مصطفى محمد ورمضان صبحي وكريم نيدفيد، كان فيه مواهب يعني صح رهيبه، خسر الثلاث ماتشات بتوع كاس كاس الامم، المعبد اتهد كله، الجيل ده نفسه هو ده خد كاس افريقيا تحت 23 عالم تحت 23 سنه وراح اولمبياد، في الثلاث اربع سنين دول كان مقفول تماما على المنتخب ده مع الكابتن شوقي غريب، انا فاكر كويس جدا مقفول تماما عليه وبيعمل معسكراته في اماكن مختلفه، اللي اقصده ده منتخب يعني اتفرم لما خسر خلال اربع سنين سبته يشتغل، نفس المنتخب ده خد لك افريقيا وراح اولمبيكس. الناس اللي بتشتغل برضه او المسؤولين هو بالنسبه له، وده بينعكس على المدير الفني، هو بالنسبه لي انا المنتخب ده منتخب الشباب او منتخب الناشئين لو ما خدتش كاس افريقيا همشي هتهاجم لا ده هو هتهاجم وهمشي، ولما وصلتش كاس عالم ده ما عندوش فكره مدرب فاشل، لكن فكره ان هو لا يكون في تارجت، انت التارجت بالنسبه لك ان اللعيبه ديت انت عندك منتخب لو طلعتنا من المنتخب ده كله ثلاثه، من منتخب الناشئين ثلاثه ومنتخب الشباب نطلع منهم خمسه والمنتخب الاولمبي نطلع منهم سبعه، انا عندي 10 15 لعيب ينفع يلعبوا منتخب اول تحت السن، مش هقول تحت السن، من عمر 16 سنه لعمر 19 20 سنه يكونوا موجودين في الفريق الاول صح، فبالاولويه اوتوماتيك هيبقى معدل اعمار المنتخب المصري في كل السنوات هيبقى 26 سنة غير عملية الاحتراف غير المحترفين في الخارج، لأن بالزبط. كمان دي نقطة مهمة جدا هتكلم معاك في الملف ده مجدي، بس عايزين نعمل حلقة كاملة عليه ازاي نشتغل على موضوع ان احنا نطور شوية من منظومة الكرة المصرية. خلينا نتكلم على كأس العالم
وانت شايف كاس العالم الجاي ازاي؟ 2022 في حاجات كتيره جدا جدا مميزه، في توقيته مميز، المنتخبات اللي وصلت طموحاتها ايه؟ انت طموحك كمشاهد وكناقد رياضي عايز تشوف ايه في كاس العالم الجاي؟ يعني انا من السؤال الاولاني ازاي شايف كاس العالم ده، انا شايفه كاس عالم بغض النظر عن كل المشاكل اللي احاطت بيه، سواء في توقيته في نص الموسم او في 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 في, في الياته الاداريه، او انه بيتقام في الشتاء، او ان الموسم هيقف في اوروبا، او كل الانتقادات المصاحبه للملف القطري واللي بدات من 2010، او كل شيء. انا شايف انها تبقى نسخه جيده لمشاهده كره قدم نظيفه بيور، لانه يعني عدم استعداد المنتخبات الاوروبيه بوضوح، او يعني اللي خلى منتخبات اوروبا تفرق الفرق الرهيب عن كل منتخبات العالم في السنوات اللي فاتت، هو ان كل شيء يعني كانه مكن بيتعامل هنقف في نص الموسم، هعمل فتره اعداد، اكيد في المعركه دي اللي هيكسبها الاوروبيين. ولكن لما توقف الاوروبيين قبل كاس العالم ب 10 ايام بس، او بخمس ايام او بست ايام، دوري الانجليزي هتتلعب فيه جوله 12 و13 نوفمبر، يعني قبل اسبوع بس من المونديال، ممكن يبقى فيها اصابات، ممكن السفر نفسه ياخد يومين ثلاثه، فاوروبا ما خدتش كل منتخبات اوروبا ما خدتش الاستعداد الكافي انها تروح المونديال، غير ان في كتير من منتخبات اوروبا بيعاني من مشاكل كبيره جدا جوه اوض اللبس زي فرنسا وانجلترا. فانا متخيل ان دلوقتي كفه الحظوظ متساويه على مستوى الالقاب بين اوروبا وبين امريكا اللاتينيه. امريكا اللاتينيه احنا بنتكلم على ثلاث منتخبات، برازيل وارجنتين واوروجواي، انا متخيل ان عندهم فرص كويسه جدا السنه دي ان هم يلعبوا مونديال كويس، لان الامور بقت ليها علاقه بكواليتي اللعيبه وبالمهاره وبالروح اللي هتخليك عايز توصل لابعد نقطه في المونديال. النقطه الثانيه بتوفر مزايا كتيره جدا لمنتخبات قاره اسيا وقاره افريقيا والمنتخبات العربيه اللي بدات الاستعداد بالفعل من شهور. السعوديه بقى لها دلوقتي شهر ونص في معسكر صحيح. مقفول لسه النهارده، عندهم ماتش مع بنما تعادلوا فيه 1-1. قرب المسافه، قرب الاجواء، كثره الجماهير هتخلي فيه اكيد منتخب عربي او افريقي مرشح ان هو يذهب مش بعيدا، بس يبدي صوره افضل حاجي معاك في المجموعات. وانا شايف ان على الورق ان المنتخبات العربيه عندها صعوبه جدا جدا في الصعود حتى للدور الثاني، من خلال رؤيتنا، من خلال المجموعات الموجوده فيها. قد يكون زي انت ما بتقول عامل الجماهير، عامل التحضير، وده مهم جدا. وده على فكره من اول مره عمليه التحضير بالنسبه لاوروبا والمنتخبات الاوروبيه تكون فيها نوع من انواع القلق شويه بالزبط. انواع الاصابات، في مشاكل حتى على مستوى الانتقادات بالنسبه للمدربين. لكن على مستوى يعني هنقول التنظيم، شايف ان هتكون بعض الناس بتقول لك التنظيم هيكون صعب شويه، الناس بتقول لا التنظيم هيكون على اعلى مستوى. شايف النقطة ازاي من عملية التنظيم، تنظيم كأس العالم نفسه؟ طبعا هو التحدي مختلف تماما على قطر، لأن قطر في 2019 لما نظمت بطولة العالم لألعاب القوة واجهت مشاكل مش قليلة في مسألة استيعاب الزحام والحاجات المرورية، ودي كانت بطولة ألعاب قوة. فلما تقول كرة قدم ويدخل لك ما لا يقل عن يعني نص مليون في نفس الوقت بإقامتهم بقعدتهم، فيهم ناس هتقعد عندك شهر، فيهم جماهير متعصبة زي الجماهير اللاتينية زي الجماهير العربية، يعني مرشحين ان هم يعملوا مشاكل كمان اقصد على مستوى الشارع. فدي كلها سيناريوهات جديدة مطروحة على قطر. قطر هتواجهها مشكلتين، انا بيتهيألي ما فيش اي مشاكل في اللوجستيات، طبيعي، فنادق او تنقلات او كل ده، انا متخيل ان ده كله هيفيد قطر، انه ضيق المساحة هيخلي المونديال مختلف تماما، اسهل كتير. قصه ان انت تحضر ثلاث ماتشات في وقت واحد وبعدين تحضر ماتشين في نفس المدينه، كل دي حاجات ما كانتش في المونديال. احنا في 2018 كان منتخب مصر بيسافر بالطياره كل ماتش بلد مختلفه وينزل في فندق مختلف في روسيا. في روسيا المسافات كانت بعيده جدا، كانت بعيده جدا. فانا متخيل ان دي يعني نقطه الانتقاد دي لا دي هتبقى في صالح قطر. بس النقطه الاساسيه انا متهيألي نقطه الاقامه الفندقيه، ده اول مقام، ده هتبقى فيها فعلا يعني تحدي كبير جدا لدوله قطر، لانه لو الحدود فعلا يعني الامور ما كانتش منسقه بشكل كبير ان يبقى في فنادق خارج قطر لاستيعابهم، فانا مش متخيل بصراحه استيعاب كم هذا الكم من البعثات. بقول ان ده اكبر تحدي، بس ما بقولش انه هيفشل، يعني بقول ان ده اكبر تحدي حقيقي، يعني لانه دوله عربيه، ونتمنى طبعا نجاح المونديال بشكل كبير ان شاء الله. تاني حاجه، لو يعني لا قدر الله في يعني تحدي امني صارخ او حاجه، ان شاء الله يعني ما يبقاش في حاجه شبه كده، بس اقصد ان ده سيناريوهات غير مسبوقه على منطقه الخليج العربي بشكل عام. احنا ان شاء الله باذن الله. التمني ان شاء الله انها تكون بطوله عالميه على مستوى عالمي، كاس العالم في قطر 2022 ان شاء الله تكون من افضل النسخ على مستوى كاس العالم. اتكلمنا عن التنظيم، اتكلمنا عن يعني التحضير بالنسبه للمنتخبات الاوروبيه، هنتكلم عن النواحي الفنيه مع نجمنا احمد مجدي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية احمد.
محضرين تقرير خاص بكاس العالم قطر 2022، هنشوفه بعد. تجاوب لي على السؤال، في كل كاس عالم بيكون في نواحي فنيه او خطه بشكل او باخر لمنتخبات بتكون جديده وبتكون سائده لمنتخبات كثيره. تتوقع ده يحصل في كاس العالم الجاي، يكون في شكل فني مختلف؟ انا اتوقع، بس يعني مش خطط، يعني ممكن الخطط دلوقتي قتلت بحثا زي ما بيقولوا بالنسبه لكل المدربين، بس انا متخيل ان في يعني اعتماد بشكل ما على 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 يعني تحولات معينه، جمل معينه، عناصر فرديه صغيره في السن زي ما حضرتك بتقول معينه. فانا متخيل ان لا، على الصعيد الهجومي هتبقى المعارك بدنيه عاليه جدا لانه السن صغير. صحيح، ما اتمناش بقى ده يروح لميسي يعني، يعني اتمنى بعيد عن ميسي شويه، بعيد عن ميسي الموضوع ده يعني، او الجماعه بتوع الارجنتين يساعدوه في المساله البدنيه دي. بس اقصد انه يعني انا حاسس انه اللي هيكمل فت، يعني عناصره كلها تكمل فت وما تتصابش لمدد بعيده بعد الدور الاول، هيبقى ليه الحظوه الاكبر في المدينه. عشان كده برشح البطوله دي كلاتينيه، يعني انا متخيل ان البطوله دي ليها بطل لاتيني. خلاص احمد مجدي، البطوله لاتينيه. انا يعني عندي اختلاف شويه، ممكن تكون على مستوى الاوروبي، لكن خلينا الاول نروح للسكايب. معانا سكايب دلوقتي؟ طيب، على مستوى زي ما اتكلم مع حضراتكم، على مستوى الولاد الصغيرين عبر زوم هيكون معانا واحد من اللي ادى التجربه اللي كنا لسه بنتكلم عليها، يعني بيتكلم على جافي، بنتكلم على انسو فاتي، بنتكلم على لعيبه صغيره في السن، فاللي مرنهم في برشلونه. طبعا معانا دلوقتي عبر، طبعا ودرب جافي وبدري من خلال وجوده في برشلونه، المدير الفني السابق ديفيد بادية. بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. ديفيد، ثانك يو فيري ماتش، شكرا جزيلا. من بالغ سروري ان اتواجد معكم على قناه النادي الاهلي. احنا الحقيقه سعداء انك بتتواجد معانا في الوقت المناسب، لان احنا كنا بنتكلم على شكل مهم جدا للمنتخب الاسباني، وبنتكلم بشكل خاص على اللعيبه الاعمار السنيه ما بين 17 و19 سنه اللي بتمثل قوه كبيره على مستوى منتخبات كثيره. انت شايف الموضوع ازاي بدا، ازاي في اسبانيا وخاصه في برشلونه، كيف يؤهل اللعيب بهذا الشكل؟ بنتكلم على جافي، على بدري، ايه المصنع اللي بتشتغلوا عليه عشان تطلعوا هذا اللاعب بهذا الشكل الفني والبدني؟ هذا صحيح أن بطولة العالم القادمة ستكون صعبة. يجب أن يكون لديك لاعبين لديهم شخصية قوية وخبرات، ولكن الآن لديك أيضا لاعبين شباب يشاركون في برشلونة وريال مدريد وغيرها من الأندية الإسبانية، ولديهم الطموح ليتألقوا في كأس العالم. التألق في كأس العالم أكيد موضوع مش سهل، موضوع محتاج رؤية واضحة للمدير الفني لكل منتخب. وهنيجي على لويس إنريكا، المدير الفني للمنتخب الأسباني. أنت طبعا اشتغلت في أسبانيا وكان ليك تجارب كثيرة جدا في برشلونة، وكمان خبرات على مستوى المدير الفني في أحد الأندية في تركيا، خبرات تدريبية كبيرة جدا. أنت من خلال رؤيتك شايف إلى أي مدى يستطيع المنتخب الأسباني الوصول لأبعد نقطة في المونديال؟ حسنا، أعتقد أن إسبانيا الآن لديها فريق جيد وتؤدي بشكل طيب على مستوى المنتخب. ربما تواجه بعض الصعوبات أن تحكم على منتخب بلدك، ولكن بالنسبة لمنتخب إسبانيا لدينا فريق جيد على المستوى البدني، لدينا فريق شاب، لدينا فريق يستطيع المنافسة على البطولات الأوروبية على مستوى الأندية ومستوى المنتخب. أعتقد أن مستوى منتخب إسبانيا الآن مميز جدا. أنا آمل أن أرى منتخب إسبانيا في مصاف الدول الفائزة بكأس العالم في السنين القادمة. دايما بنتكلم ان الدوري المحلي لازم يكون دوري قوي جدا، بيفرز لعيبه دوليه على مستوى عالي، وقائمه المنتخب الاسباني بتضم يمكن 7 بس خارج اطار الدوري الاسباني. هل انت شايف ده دليل على قوه الدوري الاسباني او دليل على
يعني الشغل بالنسبة للمدربين في الدوري الأسباني مطلعين عدد كبير جدا بيمثل المنتخب الأسباني؟ Yes, of course. نعم نعم بالطبع، هذا دليل على أن على العمل الجاد منذ سنوات الاتحاد الإسباني وطاقم العمل بالنسبة للمدربين، وهذا أنتج لاعبين مميزين، وهذا أمر طبيعي. إذا كنت أفضل دوري في العالم الليغا، فبالطبع ففي رأيي ستكون هذه نتيجة طبيعية أن تخرج لنا الليغا لاعبين مميزين للمنتخب الوطني الإسباني. في نفس الوقت لدينا لاعبين كما ذكرت يلعبون في إسبانيا ويؤدون بشكل جيد في أقوى دوري، وكذلك اللاعبين الذين ذكرت الذين يلعبون خارج إسبانيا قد صنعوا بالفعل خليط جيد للمنتخب الإسباني. مفيش شك طبعا المنتخب او الدوري الاسباني من الدوريات القويه، لكن طبعا اكيد يسبقه شويه الدوري الانجليزي. لكن على مستوى الاداره الفنيه، ديل بوسكي طبعا مدير فني المنتخب الاسباني الاسبق، تاريخ كبير جدا جدا، وعايز مش هقول مقارنه، ولكن انت شايف وجود لويس انريكي على راس القائمه الفنيه للاداره الفنيه للمنتخب، ايه الفرق ما بين منتخب ديل بوسكي الحائز على كأس العالم ومنتخب أسبانيا اللي هيشارك مع لويس إنريكا في 2022؟ بالطبع فيسنتي ديل بوسكي مدير فني تاريخي رائع، ولويس إنريكي كذلك مدير فني كبير، ولكن المستوى الذي وصل له ديل بوسكي كان مستوى كبير مع اللاعبين. هو دوما يحاول أن يصل لأقصى مستوى عند اللاعب ويحفز اللاعب على أفضل شكل، فبالتالي أخرج المنتخب الإسباني لنا صورة جيدة، صورة رائعة مع فيسنتي ديل بوسكي، وخصوصا على مستوى البطولات كبطولة كأس العالم. يجب عليك أن يكون لديك مستوى 100% من مستوى اللاعب للأداء في هذه البطولات. على مستوى الجماهير، على مستوى السوشيال ميديا، على مستوى الصحافة هناك في أسبانيا، توقعاتهم ايه مدى وصول المنتخب الاسباني للادوار المتقدمه؟ هل في تفاؤل بالنسبه لمنتخب لويس انريكي للوصول لابعد نقطه، ام الامور قد تكون صعبه للمنتخب الاسباني؟ بالطبع الامر صعب على الجميع ليتصور او يتوقع. اعتقد ان بالرغم اني ذكرت اننا لدينا واحده من اقوى الدوريات في العالم، ولكن يظل الامر مختلفا في كاس العالم. اعتقد ان الجماهير تطالب وبشده ان نفوز بكاس العالم وتتمنى الفوز بلادها، وهذا طبعا بناء على طموحهم في اللاعبين الجيدين الذين لدينا. هم يعرفون ماذا يحدث حينما يكون لديك هذه النوعية من اللاعبين وتشارك في هذه البطولات. بالطبع إسبانيا ستؤدي الأفضل، وأعتقد أنها ستكون الأفضل في البطولة. طيب على دم وعلى مستوى الجماهير وعلى مستوى الصحافة، بالنسبة لك أنت ديفيد، توقعاتك أنت للمنتخب الأسباني إيه؟ دي نمرة واحد. والجزء الثاني، هل تتوقع فوز احد منتخبات اوروبا ام امريكا اللاتينيه؟ كمدير فني ولا اتكلم كشخص، انا أتوقع الكثير منافسة، وأتوقع بطولة قوية لا تستطيع أن تحدد، ولكنك تعرف من ستواجه وتعرف اللاعبين جيدا في الوقت الذي نعيشه. فبعض البطولات يكون الأمر صعبا، ولكن الآن الأمر يعتمد على الهدف والهدفين والحصول على نقطة ربما تصعب بك للدور المقبل، ربما في ضربات الجزاء، ولكن أعتقد أن الأمر صعب. بالطبع الفائز هو من سيؤدي الأفضل. أتمنى أن يكون إسبانيا، وأتمنى الحظ لإسبانيا، وأتوقع أن تفوز وتؤدي بطولة مميزة.
ده على مستوى اوروبا وامريكا اللاتينيه كمان لازم يعني بنتكلم على توقعاتك كمان للمشاركه الفرق العربيه والافريقيه، يعني شايف ازاي حتى الكره الافريقيه والكره العربيه من خلال كاس العالم 2022؟ كما قلت ربما الأمر يكون ربما يكون مميزين وربما لا، ولكن بالنسبة لي لا أتوقع الكثير، ولكن أتوقع الكثير بناء على الخبرات السابقة للمشاركة في كأس العالم، وربما على مستوى الأندية لديكم أندية قوية، ولكن لا يوجد قوة مميزة في كأس العالم هذه، ولا تستطيع أن تتوقع من سيتأهل. الأمر ليس سهلا على المنتخبات العربية، لا أستطيع أن أقول أنهم سينافسوا كثيرا، ولكن بالطبع بعضهم ربما يحدث المفاجأة في كأس العالم القادمة ربما، ولكن لديك فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين، لديك منتخبات لديها حظوظ أكبر من المنتخبات العربية بالفعل. عايزين نسألك كمان عن اللاعب المصري، يعني أنت يعني من خلال خبراتك، يعني من خلال وجودك حتى في الدوري التركي، اتعاملت مع اللاعب المصري على المستوى الفني على المستوى النفسي، كمان وجود محمد صلاح في أفضل لعيب على مستوى العالم خلال الثلاث أربع سنين اللي فاتوا، شايف إزاي إيه اللي ينقص اللعيب العربي واللعيب المصري بشكل خاص للوصول لما وصل ليه محمد صلاح؟ Well, in the end, is one player. أنا تعاملت مع لاعبين عرب ومصريين، لكن محمد صلاح هو واحد من أفضل اللاعبين بالفعل، ولكن الأمر لا يعتمد على لاعب واحد لتحكم على فصيل من اللاعبين العرب. فبالنسبة لمحمد صلاح، لا تستطيع أن تقول أن البيئة المحيطة بمحمد صلاح تؤهل محمد صلاح ليكون في هذا المستوى، وإذا توفرت هذه البيئة للاعبين العرب، أعتقد أننا خلال سنتين أو ثلاث سنوات سنجد لاعبين بنفس الكواليتي، بنفس الجودة، وبنفس المستوى الذي نراه الآن، كما ذكرنا عن محمد صلاح، ونرى اللاعبين المصريين في أفضل الأندية الأوروبية ويؤدون بشكل جيد، لديهم المستوى، لديهم الجودة، ولكن الأمر ليس سهلا لتظهر في محافل دولية ككأس العالم ودورة أبطال أوروبا. ربما أعتقد أن كأس العالم سيكون فرصة جيدة لظهور اللاعبين العرب. ديفيد، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي، وكل أكيد كل التوفيق للمنتخب الأسباني في كأس العالم قطر 2022. شكرا جزيلا. Thank you very much. شكرا جزيلا لكم. أبو حميد، أنت من موافق شوية ديفيد على المنتخب الأسباني، شايف كمان المنتخب الأسباني إزاي مع لويس إنريكا في كأس العالم الجاي؟ متوقع أن إسبانيا تروح بعيد، منتظر كمان جدا إعلان القائمة، يعني علشان هنعرف يعني عناصر كتيرة جدا جاية ولا لا، لأن إنريكي بيروح بين اختيارات واسعة جدا يا كابتن، سواء على مستوى خط النص أو مستوى الهجوم أو حتى على مستوى قلب الدفاع دلوقتي. متوقع اسبانيا تروح بعيد، منتخب مستقر من ناحيه المشروع اللي احنا كنا بنتكلم فيه بالزبط. برضو عنده مواهب كتيره جدا تحت ايد، بتعرف تقايم المواهب، وما عندهوش المشكله لويس انريكي ان هو يدي الفرصه في اوقات كتيره للمواهب ديت انها تبرز. متخيل ان بيدري هيعمل كاس عالم كبير جدا، متخيل ان بيدري هيكتب شهاده ميلاده بقى كواحد من اساطير كره القدم في المونديال ده. انت تتوقع مين هيكون النجم؟ لان في كل الكاس عالم بيبقى فيه نجم بارز بالزبط. نجم المونديال، لكن كمان على مستوى الاحصائيات كمان محضر لنا فريق الاعداد مشكورا، يعني اكتر الدوريات الاوروبيه يعني لاعبين المشاركين في كاس العالم هيكون مين، كمان اكتر الانديه حصولا او يعني عندها لعيبه هتلعب في كاس العالم مين، هنشوف ده من خلال التقرير اللي جاي. اهلا بحضراتكم مره تانية احمد، واحنا بنشوف التقرير بكلمك بنقول كان نفسنا نكون موجودين، يعني منتخب مصر كلنا يعني كمصريين اولا وبنحب الكوره كنا نتمنى منتخب مصر، وانت بتقول لي لو منتخب مصر كان موجود هناك كنا ممكن نعمل حاجه كويسه غير 2018. انا متخيل ان ده طبعا يعني تتكلم في جاليه مصريه تتجاوز ال 2 مليون واحد في الدوحه في قطر، يعني بشكل عام اجواء جماهيريه كانت هتبقى في صالحك، قرعه كانت في المتناول، يعني احنا كل مره نقع في منتخب صعب او منتخب معقد، او المره اللي فاتت كانت روسيا عشان مضيف، اوروجواي منتخب بعيد المنال عنا بالنسبه لي يعني، ومنتخب شقيق السعوديه، كانت القرعه بالنسبه لنا ساعتها في المتناول، بس
قلنا برضو ان المجموعه كانت معقده. انا متهيألي المجموعه اللي احنا كنا مرشحين له عافيه لو كنا تخطينا السنغال لا كانت هتبقى مجموعه فعلا في المتوالي. ماتش قطر دوت كان ممكن تبقى انت جماهيريا قده، يعني ممكن تبقى انت جماهيريا اكتر منه في الملعب ويبقى جمهورك اكبر منه في الملعب. وشفنا دوت في ماتش كاس العرب في الثالث والرابع كنا اكتر من كان الجمهور المصري اكتر من الجمهور القطري في الملعب. ماتش الاكوادور انا متخيل ان هو كان يبقى في المتناول، وتبقى لك هولندا دي يعني تتعادل معاها تتغلب منها، بس كان اعتقد ان احنا كنا ممكن نطلع على الدور الاول يعني بنسبه اكبر من المونديالات الثانيه يعني. طيب نمسك مجموعه مجموعه، وانت خلاص يعني بنتكلم على المجموعه الاولى بتضم طبعا قطر الاكوادور السنغال وهولندا. متزنه يعني المجموعه ديت على الورق، على الورق المنتخب الهولندي ضامن الصعود. هل في مفاجآت ممكن تحصل في المجموعه دي؟ يعني انا شايف ان هولندا مش يعني هي المرشح الاول، بس هي هتواجه مشاكل في المجموعه دي. يعني انا متخيل ان هي هتواجه مشاكل يعني ممكن تتعادل في ماتشين وتكسب الثالث، يعني ممكن تتاهل بخمس نقط تتاهل بست نقط، تتعثر في مباراه بشكل ما، لانه الاكوادور خصم بدني صعب جدا جدا وهيعقد الماتش. وبغض النظر ان يعني الملاعب القطريه ملاعب ممتازه جدا، بس مش بتوفر يعني عنصر المساحه الشاسعه اللي بين قدرات اللاعب الاوروبي على اللاعب اللاتيني، فيقدر اللاعب اللاتيني يعمل عليك ماتش بدني كبير. ماتش السنغال انا متخيل السنغال داخله بدوافع اضافيه ان ماني مش هيلعب معاهم من البدايه، المنتخب عنده نجوم كتيره غير ساديو ماني. طب تعالى نمسك منتخب في المجموعه. تمام. يعني لو بدانا بالمنتخب القطري، بعض الناس بتقول عامل الجمهور والارض والدفعه الاولى لكاس عالم لاول مره يتعمل في دوله عربيه ممكن تعوض الناحية الفنية، ولكن مش للمدى الطويل. هل قطر قادرة على الصعود للدور الثاني من خلال مجموعة بتضم الإكوادور السنغال وهولندا؟ هي مش بعيدة دلوقتي. يعني احنا خلينا نتكلم ان ده منتخب بطل آسيا، المنتخب اللي بيتأسس هو بطل آسيا مش على أرضه، بطل آسيا بره أرضه عادي جدا، وكسب كل المنتخبات من أول ماتش في الدور الأول لحد النهائي ما تعادلش في ماتش. فاحنا بنتكلم على منتخب تم تأسيسه على آلية علمية، بداية من أكاديمية أسباير، تحت جابوا مدرب اسباني تحته كانوا مهيئين تشافي نفسه ان هو يمسك المنتخب، لحد ما الراجل فيليكس سانشيز برهن بكاس اسيا وبرهن بالعديد من المشاركات، منها المشاركه في كوبا امريكا، منها المشاركه في بطوله الكونميبول، منها المشاركه في تصفيات اوروبا. وفي كل ده قطر ما كانتش خصم بعيد، يعني كان بيتغلب بس مش بعيد. يعني مثلا اتعادل مع الباراجواي في كوبا امريكا 2-2، خسر بصعوبه من الارجنتين 2-0 في اخر دقيقه، في اخر دقائق يعني، جاي جون في الاول وجون في اخر دقيقه في الماتش. فلا قطر مش بعيده من الناحيه الفنيه، ولكن تبقى شويه حاجات للاسف احنا كلاعيبه عرب يعني ككره قدم عربيه ما نستطيعش ان احنا نجاري فيها حاليا الامريكيين اللاتينيين والاوروبيين، وللاسف كمان كتير من منتخبات افريقيا. اولا يعني الاستامنه البدنيه 90 دقيقه، النقطه دي بتبقى عامل فاصل في المونديال. انت بتلعب عدد ماتشات كبير في وقت قليل، كل المجهود البدني مبذول، مش مرشح اي ماتش انه يروح لسكور كبير. هنا العامل البدني بيكون فارق، وعشان كده بنلاقي لعيب مثلا زي توماس مولر على سبيل المثال بيتفوق جدا في المونديال اكتر من اي لعيب تاني، مع انه ممكن ما يكونش افضل اللاعبين فنيا قياسا لاقرانه. ليه؟ لان هو قادر واقف على رجله ومركز 90 دقيقه. فنجد ان هو دلوقتي توماس مولر مرشح انه يبقى هداف المونديال التاريخي مثلا، لو جاب 5 تجوان دلوقتي هيعدي كلوزا ويعدي رونالدو ويعدي كل الناس دي. لا المستوى البدني مهم جدا، وكان هانز فليك قال لك انا جوتس على سبيل المثال من 5 سنين مش في المنتخب، بس انا جايب وشايف انه ممكن كل 3 ايام يلعب 90 دقيقه بنفس قوه البدنيه. قال هجمعهم، قال يقدر يجمع 90 دقيقه في 3 ماتشات. فهو يعني المعادله البدنيه بشكل عام بدات تبقى ليها اهميه كبيره في الكوره، ايا كان بقى التجهيز القطري للمساله دي. صعب جدا نجاري المنتخبات دي بدنيا، خلينا نحط الموضوع في نصابه كده، صعب جدا المنتخبات العربيه تجاري المنتخبات دي من الناحيه البدنيه. كان قطر ما تعرفش تجاري هولندا، قطر ما تعرفش تجاري الاكوادور، قطر ما تنفعش تجاري السنغال، تقدر تجاريها بقى بالعوامل الخارجيه، الروح والجماهير والاجواء بشكل عام والاستعداد. ممكن قطر اكبر منتخب عنده دوافع للبطوله دي، لانه بيتهيأ لها من سنه 2010، من سنه 2010 عايزين بيجنسوا وعايزين منتخب قطري قوي، حتى اللاعب القطري الكواليتي بتاعته ارتفعت. فعندنا لعيب زي حسن الهيدوس من قائد منتخب قطر، واحد من افضل اللاعبين في اسيا، قبل كده كان في وليد جاسم، خلفان ابراهيم خلفان خد احسن لاعب في اسيا. كل دي عوامل تخلي منتخب قطر مش منافس، عشان طموحاتنا ما تروحش بعيد، بس مش بعيد قوي عن منتخبات المجموعه. دايما على مستوى المنتخبات، يعني خلينا نتكلم دايما الجزء الهجومي بيبقى جيد الى حد ما، ولكن تبقى المشكله في الخط الدفاعي وعلى مستوى حراس المرمى على مستوى المدافعين. هل منتخب قطر عنده البالانس دوت، عنده
نواحي دفاعية قادرة أنها تصمد وعنده نواحي هجومية قادرة أنها تسجل في المونديال خاصة في الدور الأول. يعني هو خط دفاع منتخب قطر بالكامل مجنس، يعني مجنس. بالكامل مجنس هنتكلم، بس بنتكلم على عبد الكريم حسن افضل باك ليفت في اسيا وخد افضل لاعب في اسيا، بنتكلم على بيدرو في الظهير الايمن، بنتكلم على خوخي بوعلام وبسام الراوي واحد من اصول جزائريه واحد من اصول قطريه، كل دي اسماء اثبتت انها متفوقه على الجانب الاسيوي سواء على مستوى الانديه او على مستوى المنتخبات، عملت بطوله كاس اسيا مثاليه في 2019. التحدي الليفل مختلف، وحضرتك اكتر حد أكيد. تقدر تقول لنا على الكلام ده، لان حضرتك جيت من لعبت كاس عالم وكنت حضرتك ساعتها محلي يعني موجود طبعًا. بس لما حضرتك رحت الاحتراف شفت الليفل، شفت الليفل المختلف. فلما انت كنت حضرتك مثلا تلعب على فان باستن، عشان كنت عايز اسالك عن النقطه دي، فان باستن ولينيكر والناس دي، حضرتك توجه يعني حسيت بفرق ازاي في التعامل معاهم كلاعب؟ هو بص، كان الموضوع كان نفسيا كان في قلق واضح جدا وخاصه قبل المباراه، لكن العمليه بعد 10 دقائق ربع ساعه الواحد انا كنت قلقان ليه؟ يعني انت قادر طالما لاعب عادي اقدر العب عليها، انت مركز، الفروقات مش كبيره قوي للدرجه دي، لدرجه ان انت في فروقات وفروقات على مستوى عالي جدا، قد يكون حتى المنتخب الهولندي كان مستضعفنا او مش عامل بالزبط. حساباته بشكل كويس المنتخب المصري، فكان بيلعب على قد المباراه، لكن لما المباراه يمكن شدت واحنا كنا ند هما كمان جردوا، فلقيت الفوارق مش كبيرة، يعني الفوارق نفسها مش كبيرة، لكن يبقى الخبرة والخبرات الكبيرة جدا جدا، ودي النقطة كمان كنت هسألك، الخبرات بتعمل فرق ولا دلوقتي خلاص موضوع الخبرات قل لحد كبير، ان اللاعب عنده خبرة بيهتم دلوقتي بالنواحي البدنية اكتر، النواحي الفنية اكبر، التيم وورك داخل الملعب بشكل اكبر، النواحي دي مهمة جدا جدا في كاس العالم اللي هنشوفها خلال كاس العالم اللي جاي. انا متخيل لسه الخبرة ليها دور، يعني احنا كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده بس الخبره اللي هتخليك مثلا قدام منتخب اقوى منك تطلع 1-0 لو انت جبت جون بدري، يعني صحيح. هي الحاجات دي لسه موجوده في الكوره، الارجنتين خدت بيها كوبا امريكا، يعني صحيح. البرازيل كانت افضل بمراحل في النهائي، بس الارجنتين طلعت الماتش خالص من كره القدم لان عندها اكتر من عنصر خبره، هي دي النقطه. ده لسه موجود في الكوره، واللي يقول لك ان ده يعني اللي يقول ان ده هينتهي من الكوره صعب جدا، لانه ده ضد القوانين الطبيعه بشكل عام، صحيح. حد بيمارس الشيء اطول من فلان الثاني، فلان التاني هيبقى محتاج جهد كبير عشان يوصل لنفس مستواه، بس في مدرب بقى ممارس وشايف اكتر وعنده خبره اكتر من الاثنين، فيعرف زي ما اتكلمنا مثلا على نموذج موكوكو على سبيل المثال، يعرف ينزله في وقت ايه من الماتش، موكوكو ده يعمل تاثير، موكوكو يلعب على الحته انه فريش وسريع ونشط وتعرضه للاصابه اقل لانه بحكم انه شاب عنده 17 او 18 سنه، كل دي بقى عوامل المدرب هو اللي بيحسمها، ولكن تظل يعني المدرب هيعرف يستخدم الخبره ازاي، والمدرب هيعرف يستخدم الشباب والروح ازاي، كل شيء في اطار المدرب، لكن لا دي هتختفي من الكوره ولا دي هتختفي من الكوره. صحيح. هنشوف يعني هنطلع فاصل سريع كمان عشان نشوف السنغال، يمكن بعض المصادر في المانيا بيقولوا ان يمكن ساديو ماني هيغيب عن المباراه الاولى او الثانيه في المونديال مع المنتخب السنغالي، بعض التقارير بتقول ان هو كده كده هيسافر ولكن قد يلحق بالمباراه الاولى. هنشوف كمان حظوظ السنغال ايه في هذه المجموعه اللي تضم الاكوادور وقطر ومعها المنتخب الهولندي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. احمد، عايز اقف عند السنغال، منتخب السنغالي، ويمكن الاسبوع اللي فات اصابه ساديو ماني في البوندسليغا عملت قلق كبير جدا جدا على مستوى المنتخب، على مستوى المدير الفني، على مستوى اللاعبين. شايف المنتخب السنغالي ازاي بدون ساديو ماني ومع ساديو ماني؟ اولا تتوقع ان ساديو ماني هيلحق بكاس العالم ولا الاصابه هتمنعه شويه؟ لا لا لا، هيلحق بكاس العالم، هيلحق بكاس العالم 100%، انا أوكي. متاكد من ده، و يعني بشكل ما عندي معلومه عن الموضوع ده. هو هيسافر 100%، الاتحاد رئيس الاتحاد السنغالي النهارده او مسؤولين في اتحاد، مصادر في الاتحاد السنغالي كلمت وكاله الانباء الفرنسيه النهارده وقالوا انه المؤكد انه مسافر، بس يلحق ايه؟ هي الاصابه في الادكتور يا كابتن، وتقريبا يعني مش صغيره، يعني تقريبا في الضمه ومش صغيره، فتستغرق مينيمم 3 اسابيع، يعني احنا بنتكلم في 3 اسابيع، ده مينيمم 3 اسابيع، يبقى الماتش الثاني يعني بيجهزوا للماتش الثاني مش هيغامر بيه، الماتش الثالث غالبا ممكن ساديو ماني يلحق. هيأثر غياب ساديو ماني في اول ماتشين وحظوظ السنغال ايه في المجموعه؟ يعني لو اتكلمنا عن المجموعه فيها قطر، اكوادور، السنغال، هولندا، رتب لنا المجموعه، وهل السنغال قادر على الوصول حتى المركز الثاني؟ قطر ممكن تعمل مفاجاه، الاكوادور كمان ما اتكلمناش عليها، شايف برضو منتخب الاكوادور ازاي؟ يعني انا شايف السنغال عندها فرصه انها تعمل مونديال ملحمي بشكل عام، لانه تخيل حضرتك السيناريو كده يا كابتن، ان هي عملت نتيجه ايجابيه قدام هولندا في اول ماتش ليها، وبعدين عرفت تاخد 4 نقط من الاكوادور وقطر،
هتتأهل أكيد تاني أو أول، بس هتتأهل أكيد. ويرجع ساديو ماني، أنا بكلم حضرتك بقى في النقطة الإعلامية بقى، أيوه. يرجع ساديو ماني في الماتش التالت ويدخلوا دور المجموعات، يدخلوا الدور التاني بالمنتخب بتاعهم اللي بينشط في 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 أكبر أندية أوروبا بالحالة الفنية والمعنوية اللي منتخب السنغال محققها بعد الوصول للمونديال والحصول على كأس أفريقيا لأول مرة في تاريخه بعودة النجم الأبرز بتاعه. كل دي أجواء مهيئة لكأس عالم ملحمي. يفسد كل شيء بقى امتى؟ لما يتغلب مثلا بسكور قدام هولندا لو ده حصل اللقطه دي، او ان هو ما ياخدش عدد نقاط كافي من منتخب قطر ومنتخب الاكوادور، هنا الدنيا تبوظ. بس اذا مر بسلام من اول ماتشين ما اتغلبش فيهم بشكل واضح ولعب على ماتش ثالث يرجع في ساديو ماني، انا متخيل منتخب السنغال هيروح بعيد في البطوله اصلا. يعني انا برشح منتخب السنغال انه على الاقل خالص خالص يكمل لابعد من مراحل غانا في ربع النهائي في 2010 اللي هو افضل انجاز افريقي عبر التاريخ، او على الاقل خالص يعدوا التاريخ الرقم القياسي بتاعهم هم في 2002 لما وصلوا ربع النهائي على ولما اقصوا فرنسا من المونديال ووصلوا ربع النهائي برضه. فانا متخيل السنغال، لا السنغال عندها حظوظ كبيره لو على الترتيب زي ما حضرتك بتقول. انا بقول هولندا سنغال قطر اكوادور، هولندا سنغال قطر اكوادور. طيب نتكلم على المجموعه الثانيه بتضم انجلترا ايران وامريكا وويلز، برضه مجموعه تحس واضحه بشكل كبير في فوارق ما بين المنتخبات. اتكلمنا على منتخب انجلترا، الظروف اللي بيمر بيها ساوث جيت من مشاكل وانتقادات القايمه، شايف ازاي المنتخب الانجليزي في المجموعه ديت وتاهله للدور الثاني؟ خلينا الاول بسيط حاجه بس على الاكوادور. على الاكوادور بس عندها مدافع ممتاز جدا في باير ليفركوزن هينكابي، هيبقى مطمع انديه اوروبا. بدعو الناس تبص على هينكابي ده في المونديال، اعتقد ان هو هيفرق جدا في الكارير بتاعه. اهم نجم عندهم انر فالنسيا بيلعب في فينربخش في الدوري التركي. منتخب قادر يصعب الامور بدنيا على هولندا وعلى السنغال، هيلعب بدني صرف. بس ما تخيلش ان هو يروح بعيد في المجموعه، لان ما عنده لا في المجموعه ولا في كاس العالم، لان ما عندوش بصراحه اليه لعب هجومي واضحه مع الفارو المدرب بتاعه. بالنسبه للمجموعه الثانيه فمجموعه جر شكل، يعني المجموعه الثانيه دي كل اطرافها عندهم مشاكل بره الملعب وجوه الملعب. يعني عندهم مشاكل سياسيه وجوه الملعب كمان. فاحنا بنتكلم على امريكا وانجلترا وايران وويلز، تاريخ من الحروب اصلا، يعني يجمعهم كلهم المجموعه فيها مليون قتيل مثلا. ف على المستوى المنتخب الانجليزي انا برضو في انتظار اعلان القائمه، يعني من اكثر المنتخبات اللي انا متشوق اعرف القائمه النهائيه بتاعتها. عنده يعني قماشه لم تتوفر لانجلترا في يعني من ساعه من اجيال بعيده يعني. ايوه طب الخوف من ايه؟ دايما لما تقول لك الخوف من ساوث جيت، يعني هو الخوف من ساوث جيت، هو نفسه هو الخوف، يعني هو الخوف. لانه انا متخيل ان الجيل بيكبر في السن، الجيل ده عمال يكبر في السن، في اليه تكوين لعناصر تحت ماشيه كويس، وهو كمان ليه دور فيها علشان ما يبقى يكون بنبص بعين منصفه. يعني ليه دور طبعا المنتخبات الادنى تطلع كل المواهب دي. عنده نجوم دلوقتي في كل سن، يعني هو بس مش عنده نجوم في كل مركز، عنده نجوم كبيره في كل عمر. فعنده جود بيلينجهام، العالم كله مستني بيلينجهام يعمل ايه في كاس العالم. عنده لعيبه اكبر شويه 25 26 بحجم هاري كين، عنده لعيبه اكبر شويه منهم في خط الدفاع. بس يتبقى اولا قلبين الدفاع فيهم مشاكل، يعني انجلترا حتى الان لو اعتمد فعلا على هاري ماجواير وهاري مينكس احنا بنتكلم في مشكلة. انا متخيل مشكله كبيره، يعني مشكله كبيره لو راح بعيد في البطوله. عنده مشكله في الاصابات الكتيره اللي حصلت على مستوى الظاهرين، وانا مستني اشوف موقف كايل ووكر هيلحق ولا لا. ارنولد مش داخل البطوله بافضل شكل ممكن. بين تشيلويل اتصاب خلاص، والاعتماد 100% هيبقى على لوك شو. فانا متخيل رباعي خط الدفاع في مشاكل بالنسبه لمنتخب انجلترا. متخيل ان برضو ازمه ساوث جيت في التحفظ المبالغ، هيعدي من المجموعه 100% هيعدي من المجموعه دي، بس الاسئله هتبتدي تكتر في الدور الثاني. الادوار المتقدمه والفرق بتختلف والسيستم بيختلف، لكن ممكن يعدل في الفكره، يعدل في تخطيطه، يعدل في اداء اللعب، لانه عنده تحفظ شديد جدا، بيجيب جون وخلاص الموضوع بالنسبه له ان هو بيتراجع بشكل كبير. كل النجوم اللي موجودين في المنتخب الانجليزي غير قادرين على ان انجلترا تتحط من ضمن المرشحين لكاس العالم. هو كمان في نقطه فيها مشاكل يا كابتن، اللي اجابه بقى هجاوب بيها حضرتك على السؤال ده، ان انجلترا راحت مربع ذهبي في 2018. ده تصاعد الضغط الاعلامي كمان على ساوث جيت، بقى له 5 ماتشات ما بيكسبش على الصعيد الرسمي قبل المونديال، هيخليه على الاقل خالص هو مطالب علشان يبقى في منصبه انه على الاقل يوصل مربع ذهبي.
الحاله اللي بيوصل لها ساوثجيت لما بيتضغط بالشكل ده ما بتكونش ايجابيه. هو مش مدرب بتوتر. مش مدرب يجيد التعامل مع الضغوط اللي بالحجم ده، ومش مدرب يجيد التعامل مع الضغوط الاعلاميه. ماتش ايطاليا اللي اتكلمنا عنه قبل كده لما كنا هنا في المحترف في دوري الامم الاوروبيه كان ممكن يطلعه من كل ده، انك تكسب الخصم اللي خد منك امم اوروبا في ويمبلي كان بالنسبه له ممكن يديله الحته دي، بس قريب جدا بس للاسف ما جاتش. هي ما جاتش برده. فمنتخب انجلترا بيواجه ازمه نفسيه كبيره جدا، انا ما تخيلش ان ساوث جيت يعرف يحلها. يعني ما تخيلش، لانه على طول عمال يسمع هيقال امتى هيقال امتى. الحاله دي لما بتتصدر بالذات في بلدين يعني مستوى الضغط بيكون فظيع فيهم، انجلترا وايطاليا صحافتهم ضاغطه لدرجه كبيره جدا. اسبانيا بتعرف تلعب مثلا اللعب ده على المنافس، يعني الصحافه الاسبانيه تعرف تصدر الضغوطات دايما للمنافس، الا لو اسبانيا طلعت خلاص روحنا نبتدي نصدر الضغوطات عليك. فلا انجلترا وايطاليا غير كده، انجلترا وايطاليا على طول حتى لو انت كسبان هو عايزك تكسب احسن وعايزك تكسب افضل، ده بيصدر ضغوطات عليك. ساوثجيت مش من المدربين اللي بيجيد التعامل تحت الضغوط. فانا متخيل منتخب انجلترا يعني 16-8، انا متخيل انه ربع النهائي اقصى مسافه يقدر يوصل لها منتخب انجلترا على مستوى ثلاث المنتخبات، ايران امريكا ويلز. امريكا منتخب متطور جدا، امريكا عنده عناصر متطوره جدا، بس في مشكله حصلت ان هم كتير منهم راحوا انديه اوروبا في سن صغيره، فنزلوا بعدين صف تاني وصف تالت. لو كانوا بقيوا شويه في ليفل متوسط في اوروبا انا زي سيرجينيو ديست على سبيل المثال، زي اسامي كتير في منتخب امريكا، بس انا متخيل امريكا هو اللي يعني هي اللي هتصعد المره دي مع ويلز، وان كنت مع انجلترا، وان كنت حاسس ان كيروش هيعمل حاجه في المجموعه دي فعلا. يعني كيروش هيعمل حاجه. هكلمك على كيروش مع ايران، متمرس عارف شخصيه المنتخب الايراني بشكل كبير. كيروش من خلال رؤيتنا مع منتخب مصر عنيد، يعني بيلعب بالمباراه ال 90 دقيقه بتكتيك مختلف، بيدافع بشكل كويس، بيعمل يعني ده يضايق شويه المنتخب الانجليزي. هل يكون ليه فرصه انه يوصل على حساب مثلا امريكا او حساب ويلز؟ ليه فرصه طبعا فرصة. هو على نفس القدم مع امريكا وويلز، يعني ما تقدرش تقول في فروقات فظيعه بين الثلاث منتخبات. وكيروش مدرب كاس عالم، يعني هو مدرب مجده في كاس العالم، حتى لو ما صعدش كتير بمنتخبات لاماكن بعيده، بس انك تقول لي منتخب ايران المجموعه اللي كانت فيها اسبانيا والمغرب المونديال اللي فات ويعرف يعمل كل دوت ويصعد فيها تاني وما الى ذلك، كل وقبلها يتغلب في 2014 من الارجنتين في الدقيقه 90، يعني هو مدرب يجيد التعامل مع الفرق الكبيره، على الاقل خالص هيزهقك في عشتك وهيطلعك 1-0 بالعافيه ويخرجك من شعورك. فمنتخب زي ويلز هيبقى مش متخيل ممكن يعني ايران، انت مش شايف الماتش هيبقى عامل ازاي. يعني هي ماتشات ممكن ما تبقاش يعني ممسوكه يعني. وما تبقاش ممتعه. انجلترا انا متخيل طبعا هتبقى الاول يعني باكتساح، ممكن تاخد التسع نقط من المجموعه، بس المنتخب الثاني انا بشوف امريكا ليها قدم شويه على ويلز وايران، بس ايران هتلعب دور الحسم في المجموعه دي. طيب نروح للمجموعه الثالثه، الارجنتين، السعوديه، المكسيك وبولندا. يعني مجموعة مليانة قصص، يعني مجموعة فيها قصص تاريخية سواء بين الأرجنتين والمكسيك. المكسيك هي البلد اللي الأرجنتين خدت فيها آخر نسخة للمونديال 1986، المكسيك المنتخب اللي بيمثل يعني فأل خير دايما للأرجنتين في المونديال بشكل عام، بيواجهوا في معظم الماتشات اللي بين الأرجنتين والمكسيك إن لم تكن كلها علشان ما أقولش رقم يعني ممسوك، معظم الماتشات اللي الأرجنتين بتواجه المكسيك فيها بتكسبها بشكل مريح وبلقطات أيقونية زي أفضل هدف في كأس العالم 2006 على سبيل المثال بتاع ماكسي رودريجيز. السعوديه في المجموعه دي يعني كان الله في عونهم كلهم، بس السعوديه عندها فرصه انها تعمل مونديال كويس، انا مش بقول توصل بعيد، عندها فرصه تعمل مونديال كويس، لان المنتخب الوحيد في ال 32 منتخب اللي عسكر كما يريد، اللي عمل معسكر تحضيري كما يريد، حتى منتخب قطر ما فيش معسكر مقفول بالشكل ده. السعوديه سافروا ابو ظبي من شهر ونص من دلوقتي، بقالهم وفي التصفيات كانوا ماشيين بشكل ماشيين كويس جدا، ومعاهم مدرب خبير هيرفي رينار، مدرب محترم جدا، بيلعبوا قريب لبلدهم، بيلعبوا قريب لجماهيرهم، عندهم كذا عامل مساعد ومفيد. الارجنتين في المجموعه ظلمتهم شويه، ظلمتهم جدا والله، بس انا متخيل لو كانت اسهل كان ممكن السعوديه نرشحها للدور الثاني على الاقل، وكان هيبقى بيحققوا افضل انجاز من بعد 94 اللي هو التاهل للدور الثاني، ده افضل انجاز في تاريخ السعوديه. الارجنتين في رقم بسيط كده ممكن نقوله، اي لا يعني لما بيبقى نجم انتقل حديثا لباريس سان جيرمان، نجم كبير راح باريس سان جيرمان وبعدها بسنه بيبقى كاس العالم، غالبا بياخد كاس العالم. الله. فرونالدينيو راح باريس سان جيرمان 2001 خد كاس العالم 2002، امبابي راح كاس العالم 2007 راح باريس سان جيرمان 2017 خد كاس العالم 2018، ميسي راح كاس العالم 21. مش عايز اكتر من كده. اقفل الحلقه على كده. فدي مفارقات بسيطة. وطبعا الأرجنتين أنا شايف أنها من المرشحين الأوائل للقب، بغض النظر عن ميولاتنا أو عن ميول أنا كواحد بشجع برشلونة، بس
لا الارجنتين عندها منتخب لاول مره متماسك جدا كوره ومتماسك جدا في غرفه الملابس وعنده استعداد يعني يعمل اي حاجه علشان ميسي ياخد البطوله دي، البطوله دي كلها بتهدى لميسي، حتى المدرب يعني داخل في منظومه انه عايز يخدم ميسي، كل الناس عايزه تخدم ميسي بالبطوله دي، ودي الحاله اللي ميسي افتقدها طول 13 او 14 سنه من التمثيل الارجنتين، دايما معاه نجوم مش نجوم كبيره على مستوى الملعب كبار جدا، بس ده ما بيبقاش كفايه علشان ناخد بطوله. صحيح. هي دي النقطه، لما جمع 11 نجم كبار قوي واقعد اقول لهم ينزلوا اكسبوا لي، مش غالبا مش هيكسبوا، كل النماذج اللي في التاريخ كان لازم يبقى عندك خمس ست لعيبه تقال بس يعني روحهم اكتر من مهاراتهم ولاعيبه جامده طبعا موجوده تانية، ده التوليفه اللي تديك مونديال او تخليك تلعب بطوله مجمعه بالشكل الامثل. انا بتفق معاك، المنتخب الارجنتيني مرشح بقوه زي ما قال احمد، كل العناصر وكل التاهيل على المستوى البدني والفني والجماهيري وكل حاجه يعني بتزق المنتخب الارجنتيني للحصول على هذه الكاس. لكن كمان معانا بعد الفاصل محمد الباز عبر زوم يقول لنا كمان رؤيته ورؤيه النقاد والشارع الالماني في منتخب المانيا، هل منتخب المانيا بعد يعني الحصول على كاس العالم 2014 ثم يلاقي الخروج المبكر في 2018 في روسيا، هل ستعود المانيا لمنصات التتويج في قطر 2022؟ هنعرف مع محمد الباز بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية احمد، من خلال واحنا بنشوف الجرافيك دوت تاني غياب المنتخب الايطالي، لو كان تواجد المنتخب الايطالي بالحاله الموجود فيها كان هيعمل حاجه في كاس العالم القادمه. بالظبط، انا متاكد يعني متاكد ان ايطاليا يعني يا بتيجي تعمل حاجه قوي يعني توصل نص نهائي نهائي وتكسب، يا اما بتطلع من الدور الاول وبتبقى مفاجاه الموضوع. ايطاليا ما عندهاش حته في النص، يعني ايطاليا يا اما بتبقى من اقصى الشمال لاقصى اليمين زي ما بيقولوا. حتى مثلا بتذكر 82 مثلا باولو روسي كان طالع بعيده جدا، ما حدش بيرشحها اصلا انها تاخد المونديال. في البطوله دي تقريبا اتعادلوا الثلاث مباريات تاهلوا عشان قانون جديد مستحدث بين التوالت وما الى التوالت، ووقعوا في البرازيل كان اقوى منتخب ساعتها اللي هو البرازيل 82، ده واحد من اقوى المنتخبات في تاريخ كره القدم. صحيح. كلها برازيل 82 يكسبوهم 3-2 في ماتش لحد دلوقتي الايطاليين مسمينه نجاه الرب، يعني بيقول لك ان ده ان احنا ربنا نجونا، بس كان عندهم باولو روسي قبل البطوله بايام كان محبوب، يعني اجواء يعني غير طبيعيه، بس ايطاليا دايما بتكون رقم فارق في المجموعه بتاعتها او في البطولات المجمعه بشكل عام. طيب احنا معانا الباز يا جماعه، معانا الباز. طيب عن كمان يمكن احمد كان رشح المنتخب الارجنتيني، لكن كمان معانا محمد الباز، وانا عارف محمد الباز عاش كتير جدا جدا في المانيا ومتحمس جدا للمنتخب الالماني. معانا عبر زوم محمد، مساء الخير عليك. مساء الخير كابتن هاني، مساء الخير على حضرتك وعلى احمد مجدي. انا سلام. انت في المانيا دلوقتي يا محمد؟ في هامبورغ. يس هامبورغ، حلو. كنا بنتكلم طبعا على كاس العالم وطبعا يعني منتخبات، وبنتكلم على المرشحين، عايز اعرف منك الاجواء عندك ايه بعد طبعا القائمه اللي خرجت، وهل في ردود افعال بالنسبه للقائمه؟ هل غياب بعض النجوم في انتقادات على المدير الفني هانس فليك؟ شايف عندك الاجواء ايه لاستعدادات لكاس العالم 2022 بالنسبه لالمانيا؟ طيب مبدئيا عايز اجاوب احمد، كان بيتكلم دلوقتي على الارجنتين، ويعني عايز اقول له ان النهارده برضه في الصحف الارجنتينيه كان في كلام كتير جدا على ان هم عايزين يقابلوا المنتخب الالماني علشان ياخدوا بالصقر في مباراه 2014 النهائي. مش فاهمين بيقول لك مش فاهمين حاجه. فعايز اقول ان ماريو جوتس رجع تاني، يعني موجود النهارده في القائمه، وده صاحب الهدف الشهير 2014، ويعني كانت مباراه عظيمه جدا. فبرجوع لسؤال حضرتك كابتن هاني، طبعا اولا القائمه عليها يعني رضا بشكل كبير جدا، الوقوف كان عند ثلاث لاعبين يعني ابرزهم كان هولمز مدافع دورتموند، كان الصحافه كلها النهارده اتكلمت عنه، حتى في المؤتمر الصحفي طبعا هانز فليك للتشكيله بدات المناقشه من الصحفيين والاعلام، طب ليه هولمز ما كانش في مات هولمز مدافع دورتموند ليه ما خدتوش؟ يعني راجل في التوب فورم قايم بدور كبير جدا، المنتخب الالماني يعني عنده بعض المشاكل الدفاعيه وخلاص، يعني وصلنا يبقى عندنا مدافع جنب روديجر طبعا قائد الكتيبه الدفاعيه للمنتخب الالماني وريال مدريد،
فكان الكلام قال لا، هو هولمز بالنسبه لنا لاعب طبعا كبير، وانا كلمته شخصي بشكل شخصي في التليفون قبل اعلان التشكيله، ويعني انا طلبت منه ان هو يواصل طبعا في الاداء، ولكن للاسف انا يعني مضطر ان انا العب بتشكيله معينه بعناصر معينه تخدم او تخدم التوليفه وطريقه اللعب بتاعته. فده كان من اهم العناصر اللي كان عليه النهارده سبوت، وكان في حديث كتير عليه. في لاعب تاني اسمه فلوريان فريدز، ده عنده 19 سنه، ده طبعا لاعب نص ملعب باير ليفركوزن كابتن هاني. فريدز برده كان من الكلام برده فيه انتقادات، يعني هانز فليك ليه ما خدش فريدز ولاعب صغير 19 سنه؟ برده كان فريدز عائد من اصابه لسه بيتعافى منها في المباريات الاخيره، فلعدم الاستعداديه او ان هو مش كامل بشكل يعني واضح من الناحيه الفنيه لهانز فليك فتم استبعاده. ولكن طبعا هانز فليك زي ما احنا عارفين بيعمل التوليفه ما بين عنصر الشباب وعنصر الخبره، عنده اربع لاعبين نقدر نقول يعني موكوكو، يعني يوسف موكوكو في حلقه من الحلقات كلمنا مع حضرتك يعني يوسف موكوكو المهاجم دورتموند، وقلنا ان ده لاعب بارز وهنشوفه في الفتره القادمه. تم طبعا استدعائه في تشكيله منتخب المانيا، اللاعب ده عنده 17 سنه يعني مهاجم وهداف بروسيا دورتموند لهذا العام، موكوكو 17 سنه، عندنا جمال موزيالا 19 سنه طبعا اللاعب الكبير بتاع بايرن ميونخ، عندنا طبعا كريم ايديمي، كريم ايديمي ده لاعب مهاجم ايضا لبروسيا دورتموند عنده 20 سنه، وتم ضم كوتشاب، كوتشاب ده المدافع السنتر باك كابتن هاني بتاع ساوثهامبتون في البريمير ليج، لاعب ده عنده 20 سنه. كلها اعمار صغيره محمد، ويمكن كنت بكلم احمد في الموضوع دوت، واحمد كنت بتكلمني عن في مشكله في الدفاع، بتقول لي منتخب المانيا منتخب قوي ولكن عنده مشكله في الدفاع، لو عندك اي اسئله للباز بالنسبه للجزئيه دي يعني. مثال فل يا باز، عامل ايه؟ اخير احمد، اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ يا رب بخير. انا كنت بقول للكابتن انه في مشكله في السنتر باك اللي هيلعب جنب روديجير، انا كنت شايف ان استبعاد هوملز ماتس هوملز يعني في علامه استفهام كبيره، خصوصا ان غالبا العنصر اللي هيجي جنبه هو سولي، نيكلاس سولي، انا بحس ان سولي عنده مشكله كبيره يعني في الليفل اللي هيلعب فيه اللي هو بتاع كاس العالم او قدام خصوم كاس العالم. فانت الى اي مدى الاول رصدت يعني الصحافه الالمانيه قلقانه مثلا من مشكله في قلوب الدفاع او على مستوى خط الدفاع بشكل كامل مع اتجاه فليك انه يجيب عناصر شابه كتير، وانت ايه رايك الشخصي في الموضوع ده؟ هو انا رايي الشخصي متفق تماما ان كان هولمز لاعب في التوب فورم مدافع دورتموند كان المفروض يكون متواجد، انا بتفق معاك تماما، زولر مش دايما يعني ما عندوش الاستابيليتي، يعني لاعب مدافع عنده اخطاء كثيره جدا، هو بيتقدم كثير ولاعب كان من اهم الركائز لبايرن ميونخ في السنوات الماضيه قبل طبعا انتقاله لدورتموند في هذا الموسم. زولر طبعا عنده مشاكل كثيره، عندك حق يعني متفق معاك تماما، وكان لابد من وجود هولمز. ولكن النهارده في التصريح في المؤتمر الصحفي لهانز فليك يعني تم سؤاله هل من الممكن ان انت تستدعي لاعبين ثاني او تغير في التشكيله في الايام القليله المقبله قبل السفر؟ هم مسافرين طبعا عمان وفي مباراه وديه، والمعسكر مقام في عمان قبل طبعا السفر يوم 18 نوفمبر لقطر. فرد هانز فليك وقال طبعا وارد جدا، احنا مصرح لنا ب 24 ساعه قبل بدايه كاس العالم ان انا اقدر استدعي احد اللاعبين. فاعتقد في ضغوط اعلاميه من ناحيه هوملز بشكل كبير جدا، الخوف طبعا بوجود زيل جنب روديجر ده هيكون قلب الدفاع. انا عايز اقول لك ان كوتشاب المدافع بتاع ساوثهامبتون ده لاعب طبعا زي ما قلنا 20 سنه، بس اعتقد هيكون ليه ادوار كبيره جدا. من وجهه نظري ان هو هيبدا دايما بزيل وهيبدا بروديجر في قلب الدفاع، وطبعا هيعتمد طبعا على الظهير الايمن والايسر دايما متعارف عليه، دايما معروف بيلعب هوفمان في ناحيه اليمين او بيلعب طبعا براون ناحيه الشمال، دايما بيعتمد على هوفمان كظهير طبعا باك رايت بيتقدم وبيساعد طبعا لو كان هيلعب قدامه جنابري على سبيل المثال. فاعتقد هانز فليك بيعرف يدور اللاعبين، وهو واثق تماما بالمنظومه الدفاعيه مع الاظهره اللي تم اختيارها. طيب محمد، اتكلمت على الشكل الدفاعي قبل طبعا ما ننهي معاك، عايزين كمان على مستوى الهجوم، على مستوى رجوع جوتسا بعد غياب يعني امتد لخمس سنوات عن المنتخب الالماني كمان بيستدعيه لكاس العالم، ردود الافعال هناك، هل في رضا عن انضمام جوتسا او عوده جوتسا مره ثانيه للمنتخب الالماني، ام انتقادات لاذعه ايضا لهانز فليك؟
هنا في نقطتين. اولا لا ما فيش انتقادات طبعا لان لاعب جوتس ده بيفكرهم بالمباراه التاريخيه 2014 فهم متفائلين بيه. حتى النهارده رفعوا طبعا في المواقع او بعض السوشيال ميديا في المانيا رفعوا الصوره اللي كان فيها التيشيرت لما جوتس رفع تيشيرت الرويس ان هو بيقول له بنهدي لك كاس العالم. حتى مارتو رويس كان مصاب في نهائي في كاس العالم 2014 تم اصابته هذا العام ومش هيشارك للاسف. كان في مخاوف كبيره جدا في الايام الاخيره كابتن هاني في الناحيه الهجوميه في الشكل طبعا المهاجم الصريح خاصه بعد اصابه تيمو فيرنر. تيمو فيرنر طبعا اتصاب في الايام القليله الماضيه اصابه ماركو رويس. كان في لاعب مستبشرين به خير اسمه لوكاس نيميشا. لوكاس نيميشا ده طبعا مهاجم فولسبورغ. شفنا المباراه الاخيره فولسبورغ فريق عمر مرموش امام دورتموند وطبعا لوكاس نيميشا احرز الهدف الثاني يعني الرصاصه اللي قتل بها دورتموند وفاز. بعد احرازه الهدف الثاني تم اصابته لوكاس نيميشا فاصبح في مخاوف كبيره جدا من الناحيه الهجوميه. ما عندكش مهاجم صريح. ده عمل ايه هانز فليك؟ زي ما قلنا ضم موكوكو يوسف موكوكو اللي هو 17 سنه ضم كريم ايديمبي معاه طبعا كتيبه يعني ناريه خلفه. يعني لو نتكلم على بايرن ميونخ وزي ما قلنا هو قوام بايرن ميونخ والافاقه اللي بايرن ميونخ عليه. قبل ما نتكلم على بايرن محمد خلينا طالما انت موجود هناك وكان شيء مهم كمان لمنتخب السنغال بنتكلم كل الناس بتتكلم على اصابه ساديو ماني. الاجواء عندك ايه والتقارير الطبيه اللي خارجه من البايرن بتقول ايه؟ هل اصابه تستدعي غياب كامل عن المونديال؟ هل هي اصابه لمده ايام او اسابيع قليله؟ قول لنا برضو موقف ساديو ماني مع منتخب السنغال هيكون ازاي؟ انا تواصلت النهارده بخصوص الخبر ده مع يعني الجهاز الاعلامي لبايرن ميونخ والنهارده نزلوا ابديت على الويب سايت الصفحه الرسميه لبايرن ميونخ. كل اللي ذكروا فيه بخصوص ساديو ماني ان هو هيغيب عن المباراه القادمه مباراه شالكه يوم السبت القادم وان في هناك فحوصات ما زالت مستمره وان هم على تواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب السنغالي ولم يعلنوا بشكل رسمي ان هو قد يغيب عن كاس العالم. الكلام كتير في الصحف ان هو قد يشارك ولكن ممكن ما يشاركش في اول مباراه ولكن هو هيلتحق بالتشكيله طبعا وممكن يسافر عادي ولكن من المحتمل الا يلحق اول مباراه او ثاني مباراه ممكن ما يلحقش اول مباراتين. ولكن رسميا من موقع بايرن ميونخ والجهاز الاعلامي النهارده صرحوا بكلام واضح وصريح انه سوف يغيب فقط عن المباراه القادمه اللي هو الجوله الاخيره اللي هي قبل كاس العالم يوم السبت القادم. محمد بنشكرك شكرا جزيلا يا محمد. شكرا جزيلا على وجودك معانا من هامبورغ وان شاء الله يعني نشوفك لما ترجع بالسلامه. شكرا جزيلا محمد الباز عبر زوم من هامبورغ كان معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. زي ما انت قلت يعني الامور بالنسبه لساديو ماني ما بين جزئين. الجزء الاولاني هل يلحق المباراه الاولى الثانيه الثالثه ولكن وجوده مهم جدا جدا لمنتخب السنغال. طيب نتكلم على المجموعه الثالثه او الرابعه لان احنا وصلنا للمجموعه الرابعه. لا عايزين ناخد مجموعة البرازيل صربيا سويسرا الكاميرون. برضو مجموعة قوية جدا الأسماء فيها وخاصة المنتخب السويسري عامل شكل مميز جدا جدا مع مراد ياكين. شايف المجموعة دي ازاي من وجهة نظرك الفنية ومين اللي هيصعد منهم؟ برضو شايف البرازيل يعني فرق عنهم كلهم. صربيا عندها أسماء كبيرة جدا يا كابتن على مستوى القارة الأوروبية. صربيا من أكثر الدول المصدرة للمحترفين على مستوى العالم ودي أرقام يعني لافتة تقول لك المستوى التطور الصربي وصل لفين. ولكن سويسرا أنا متخيل أنها اللي هتصاحب البرازيل للدور الثاني وإن كانت الكاميرون يعني بالنسبة لي محل شك. أنا مش قادر أقف على مستوى حقيقي المنتخب الكاميرون. هل بالعكس ما أنا بنشوف منتخب الكاميرون بنطلع بنشوف تصريحات يعني يقول لك إحنا رايحين عشان ناخد كأس العالم وهنقابل المغرب في النهائي هو لا صامويل إيتو شاحن الدنيا جامد زيادة عن الداعي. حتى تصريحات فينسنت ابو بكر اللي مؤخرا تصريحات غير حكيمه يعني اقصد ان هي تصريحات مش حكيمه. ما تحطش على نفسك كل الضغط ده وما تجيبش يعني هو ما اعرفش ليه جاب سيره صلاح يعني ما اعرفش ايه اللي جاب سيره صلاح في الموضوع. انا ما اعرفش يعني هو ايه اللي يستدعي صلاح وانت بتتكلم عن كاس عالم احنا يقول لك احنا لعيبه افارقه ومش صعب نوصل الليفل اللي هو وصل له. يعني انا مش عارف ايه اللي كان ضروري في المساله ولكن هو صامويل ايتو شاحن الدنيا بالنسبه لصامويل ايتو. سون كمان هو المدير الفني لابس يعني الزي الرسمي لقطر وجنبه طبعا صامويل ايتو اللي كمان قال كذا مره ورا بعض. هل التصريحات دي بتحط المنتخب الكاميروني تحت ضغط؟ هو عامل عمليه تحفيز للعيبه واحنا رايحين كاس العالم
مش في رحله، واحنا موجودين في قطر لغايه يوم 18 ديسمبر ميعاد النهائي، وهنقابل في النهائي المغرب وهنكسب المغرب. هل ده بيحط ضغوط اكتر على اللعيبه؟ ما بيحطش ضغوط على اللعيبه. بص يا كابتن، خليني برضو بغض النظر عن اختلافي عن اللي حاصل ده، بس انا ده شيء ببص له لو انا رئيس اتحاد او انا مشجع ورئيس اتحاد بيعمل كده، انا هبقى مبسوط بالحاله المعنويه المشحونه دي كلها. بقى على الصعيد الفني تعال نفككها، هنلاقي ان في مشاكل، ان اللي بتقوله ده غلط. بس انا رحت كاس عالم، لو خرجت من 3 ماتشات مغلوب ما حدش هيقول لي انت طلعت 3 ماتشات مغلوب ليه. ولكن لو انا حسست نفسي ان انا اقدر اجاري الاوروبيين، وده الشعور اللي مسيطر على صامويل ايتو كشخص. صامويل ايتو بيسيطر عليه كشخص من ايام ما كان لعيب، ان هو مضطهد، لان اكتر لعيب تقريبا اتعرض للعنصريه في ملعب اوروبا، فهو دايما عنده فكره ان انا افضل منهم، وانا ليه مش افضل منهم، انا ليه مش احسن منهم، انا ليه بيعاملوني ان انا درجه ادنى. الحته دي عندي ايتو من زمان، فهو مكرس حياته هو رئيس اتحاد. صحيح. ان هو اولا يثبت تفوق الافارقه جنوب الصحراء على الشمال افارقه، دي نقطه حب يفككها، واتضع في كاس امم افريقيا اللي فات قد ايه العاطفه دي شحناه، شفناها طبعا ضد يعني الشمال افارقه. صحيح. الناحيه الثانيه ضد اوروبا دلوقتي، احنا انا مش اقل من فرق اوروبا وفرق امريكا اللاتينيه. لو انا مواطن كاميروني هبص للشعور ده باكبار وبتقدير، ولكن فنيا النقط دي مش دايما بتكون هي اللي ماشيه. ولكن الافارقه يحبوا الروح دي عموما، ودي النقط اللي بتكتب لهم تاريخ. لو الكاميرون عملت حاجه في المجموعه دي، الناس هتنسب الفضل كله لتصريحات صامويل ايتو والنجوميه صامويل ايتو، وانه زي رئيس اتحاد عارف يشحن اللعيبه. انا بفتكر لما قبل مباراه مصر بيقول لهم انها الحرب. صحيح. الموضوع ده كله طريقه الشحن المعنوي اللي بيعمله صامويل ايتو، ممكن هي دي وسيله الضغط الكويسه اللي هو شايفها للكاميرون. ولكن هل هتؤتي ثمارها ولا لا؟ ده اللي بننتظره. المجموعه دي انا متخيل متاهل منها برازيل وسويسرا، يعني انا متخيل البرازيل وسويسرا طبعا. صربيا كمان فرقه مش وحشه، مش هينه طبعا، وعندهم مهاجم بحجم الكسندر متروفيتش دلوقتي من المرشحين لجائزه الحذاء الذهبي الاوروبي السنه دي. ولكن انا شايف سويسرا متطوره جدا مع ياكين، شايف ان شاكا واصل المونديال بحاجه كويسه عمره ما وصلها تقريبا في حياته، شايف ان شاكيري بيوصل لاخر مونديال تقريبا يقدر يلعبه. فانا متخيل عندهم مهاجمين كتير صغار السن، وعندهم اكتر من عنصر جاي من الدوري حتى المحلي، وعندهم عناصر دلوقتي بقت بتلعب في اوروبا، وعندهم دوري قوي ومستقر. انا متخيل سويسرا قادره ان هي توصل على الاقل خالص مع البرازيل للدور الثاني. على مستوى منتخب البرازيل كان في صدمه لفيرمينيو، عدم ضمه للكتيبه او للقائمه النهائيه للبرازيل. شفت ده ازاي؟ في اكيد طبعا كل الناس بتتكلم ان المدير الفني للمنتخب البرازيلي عنده ثروه قوميه للعيبه كتير، وكان عنده مشكله في عمليه اختيار القائمه المناسبه. هل من رايك فيرمينيو كان يستحق التواجد في كاس العالم؟ 100%. انا شايف ده لعيب لو بيقدم أسوأ مستويات، هو بيقدمش أسوأ مستويات اصلا، يعني هو من اكتر بالزبط. هو تاني على العكس كان كان ممتاز يعني. جدا فايق جدا، وعلى الصعيد الرقمي هو تقريبا مساهم في 10 تجوان او 11 جون من اول انطلاق الموسم في الدوري الانجليزي، واوفر اول مساهم في 15 جون تقريبا في دوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي. فهو ما بيمرش بأسوأ مواسمه خالص. الاسماء اللي هو طارحها اسماء تخلو بوضوح من رأس حربة صريح، هي دي بقى النقطة الإشكالية الفنية، بقى نقطة فنية في مشكلة. أنا لو رايح كاس عالم هاخد من كل اللعيبة حتى لو مش هلعبهم، يعني هاخد من كل اللي قدامي، هاخد رأس حربة صريح، واخد رأس حربة زي فيرمينيو يعرف يتأخر لتحت. صحيح. ولو مش عايز ألعب بيهم أقعدهم جنبي. مزبوط. بس يبقى عندي ده في كاس العالم. أنا لو منتخب زي البرازيل ما اخدش 5 أجنحة كلهم بيعملوا نفس المهمة، يعني ما اخدش أبدا رافينيا وأنتوني، أنا ما اخدش الاثنين، انا يا خدت ده ويا خدت ده، بالنسبه لي يا خدت ده يا خدت ده. هم انا بيستو ما تقريبا طريقه نفس الستايل بالظبط، ما احبش اخد ده. انا وجهه نظر، انا اخدت نيمار وفينيسيوس جونيور لان هما الاثنين ما ينفعش اقعد حد من الاثنين دلوقتي، بس انا كنت محتاج عنصر شبيه قوي بجيسوس القديم قبل ما يروح ارسنال، عنصر راس حربه تارجت مان تلعب عليه، ولو مش هلعبه اقعده على الدكه. انا فيرمينو بالنسبه لي كان مثير للاستغراب قياسا لمارتينيلي، ما بقولش مارتينيلي واحد من افضل لاعبي العالم في الوقت الراهن بالنسبه لي. انت قلت لي يعني مارتينيلي، انا هشوف المدير الفني للمنتخب البرازيلي هيختاره ولا لا في التالق دوت مع نجوم كبيره جدا جدا، هيتم اختياره في كاس العالم ولا لا، هيستفيد منه ولا لا، لان الاسماء كثيره خاصه في الاجنحه، يعني بنتكلم على الاجنحه للمنتخب البرازيلي. انا مارتينيلي من اول مباراه في الدوري الانجليزي، ومتخيل مارتينيلي هيبقى ليه مكان في كاس العالم. بس لو هو هيلعبه في اي شيء غير ترج غير تسعة يبقى في مشكله هتطرح لك في مساله فيرمينو. لا خلاص، لو انت مش هتلعب بيه تسعة، لو هتلعبه على الجناح وهتقعده ثالث لنيمار وفينيسيوس جونيور، يبقى المساله الهجوميه دي عندك فيها مشكله يا تيتي. هو تيتي بيلعب في اخر مونديال، يعني ده اخر مونديال ليه، هيسيب البرازيل بعدها، اعلن ده رسمي.
هتواجه مشاكل كتيره جدا بعدين. الناس اللي هتاخد منتخب برازيلي لو ما توجش بكاس عالم هتبقى هتطرح مسائل كتيره، ان احنا بنتكلم في جيل متكامل. صحيح. تماما، جيل لا تنقصه نقيصه زي ما المثل بيقول، ما فيهوش نقطه نقص واحده، جيل مثالي. طب عايز قبل ما ننهي معاك يا احمد، اللي يرجح كفه الارجنتين لو قلنا الارجنتين والبرازيل اكتر اتنين مرشحين للفوز بهذه البطوله، مين اللي يرشح مين على حساب مين؟ يعني الارجنتين على حساب البرازيل، مين اللي يرشح؟ ميسي. شايف ايه بالنسبه ما بين الارجنتين والبرازيل؟ انا شايف ميسي لو وصل ميسي. ميسي لو وصل فت 100% وعدى الدور الاول بسهوله، ما حرقش كتير زي ما بيقولوا في الدور الاول، ودخل الدور الثاني فت تماما، ما بذلش مجهود خرافي عشان يساعد الارجنتين للدور الاول للدور الثاني، الارجنتين مش هيبقى في فريق اقوى منها في الدور الثاني. بس البرازيل تفضل متكامله اكتر من الارجنتين من حيث الكواليتي. النقطه اللي هتدعم الارجنتين بقى زي السؤال اللي حضرتك بتقوله، ان سجل الثنائيات في اخر كام سنه كاسح للارجنتين، كاسح للبرازيل، رغم انها تبدو ان هي كسبه الارجنتين اكتر، بس هي ما كسبتهاش غير الماتش بتاع كوبا امريكا 2019 اللي هو طلعته من نص النهائي، وده كان فرق المستوى كبير جدا. ولكن ماتش نهائي كوبا امريكا 2021، كل الماتشات الوديه اللي قبل كده، ماتشات التصفيات، ما كانتش البرازيل بتكسب، يعني اقدر اقول لحضرتك نسبه 1-5 او 1-6 لصالح الارجنتين. معظم الماتشات بتبقى تعادل، الماتشات بتخلص 1-0 لده او لده، لو تعادلات بتبقى 1-1 في حدود ضيقه. فالارجنتين بتحرم البرازيل من اهم مزاياها، الكوره ما بتتلعبش على الارض، بيبقى في عنف شديد جدا، يعني عنف لدرجه مرعبه. اللاعب الارجنتيني دلوقتي عارف ان خلاص، يعني انا ده معايا ميسي ومعايا دي ماريا ومعايا، ما عنديش مشاكل ان انا اجيب اجوان، بس هتبقى عندي مشكله ان انا احافظ على الاجوان دي. فعشان كده بتبص تلاقي جيدو رودريجيز، بتلاقي رودريجو دي بول، بتلاقي ليساندرو مارتينيز، لعيبه عنيفه جدا، لعيبه طف جدا، وعندها الورك ريت عالي جدا، وفي نفس الوقت مش ناقصه كوره. متحمس المنتخب الارجنتيني وانا معاك عشان خاطر ميسي. طبعا هي اخر كاس عالم بالنسبه لميسي، نتمنى ان شاء الله نشوف كاس عالم يعني مميزه نستفيد منها كلنا. احمد بنشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا كابتن، دايما ببقى مبسوط معاك جزيلا. شكر واصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله هنكمل باقي المجموعات، باقي مجموعات كاس العالم قطر 2022. اشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين في نفس الميعاد في حلقه جديده ويوم جديد من المحترف.